طبتم وطاب مساكم مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، ودائما نحييكم في هذا البرنامج أهل الخليج تحديدا، وإن كان هو المصاحب لدورة الألعاب الخليجية هنا تستضيف المملكة العربية السعودية تحديدا بالدمام، وخمس محافظات احتفظت 15 لعبة ومنافسة ورياضية. نتحدث عن ما قبل الختام، ونتحدث عن المنافسات تحقق، عن الإنجازات التي تحققت للمنتخبات السعودية خاصة في بعض الاتحادات، وإن كان الحديث يطول على بعض الاتحادات من خلال التقييم وأيضا من خلال المتابعة للمسؤولين، وخاصة نقصد فيها اللجنة الأولمبية لمتابعة بعض الاتحادات التي قدمت نفسها كتحقيق إنجازات، والبعض لم يقدم نفسه حتى في بعض النتائج التي تقدمت من خلال هذه الدورة والمشاركة. كنا نطمع أن يكون أغلب الاتحادات تحقق الميداليات الذهبية، ولكن هو تقييم عام لبعض الألعاب والمسابقات تحديدا لبعض الاتحادات. نرفع القبعة لألعاب القوة الذي حقق الإنجازات، واليوم اختتم بإنجازات كبيرة سواء في بعض المسابقات، وإن كان هناك تنافس في بعض المنافسات تحديدا في 3000 من البحرين من سواء الذهبية والفضية، ولا ننسى في منتخب قطر أيضا كان حاضرا، لكن في أم الألعاب المنتخب السعودي كما عودنا دائما في الألعاب القوة يكون حاضرا. نتحدث عن ليس بمستغرب، وهو بطل العرب وبطل آسيا، وأيضا عبد العزيز العباد البطل الذي دائما اسمه مرتبط بكرة الطاولة، اسم نفتخر فيه، كما هو علي الخضراوي الذي يعد من ترتيبه 16 عالميا، وحقيقة أسماء في كرة الطاولة واتحاد الطاولة أيضا نقف له احترام وتقدير على ما قدمه في هذه الدورة تحديدا. اليوم نحاول نكون ضيوفنا ممزوج، يعني من سواء الإعلاميين، ناقد رياضي أيضا من خلال كعضو في اللجنة الفعاليات، والمتابع أيضا وتقييم هذه تحديدا هذه البطولة. نحاول أن يكون محاورنا مفتوحة، ليس هناك محور معين، لكن دائما نتحدث عن أهمية البطل الأولمبي تحديدا، وكيف نقدم البطل الأولمبي في الدورات الخليجية والعربية، وكيف ننظر لمستوى رياضتنا بهذه الفترة تحديدا، أو نقول في العشر سنوات الماضية ماذا قدمنا. بعض الاتحادات التي أصبحت بعضها غائبة، ولكن التقييم ما زال لم يكن هو بالشكل الذي يطلب، يعني أعتقد الجماهير تتأمل فيه كثير تحديدا. بعض الاتحادات قد تكون قدمت حسب العطاء اللي يعني قدم لهم، ولكن احنا دائما نقول في هذا الاستديو ان بعض الاتحادات اعلنت تحديها ولكن اختفت بعدما فشلت في تحقيق اي انجاز للمنتخبات تحديدا في هذه الدوره. كيف نطلب من اتحاد يوم غدا او مستقبلا في البطولات العربيه، البطولات الاسيويه، اذا انت لم تستطع ان تقدم نفسك في دورات خليجيه تعتبر هي دوره يعني اولمبيه مصغره في ظل غياب بعض المنتخبات القوية؟ مشاركة الكويت على عيني وراسي لها حضور مميز في بعض المسابقات سواء في ألعاب القوة، سواء في السباحة، سواء في رفع الأثقال. المنتخبات الكويتية دائما منافسة تحديدا للمنتخب السعودي، وإن كان المفاجأة الكبرى وليست مفاجأة، لكن احنا لابد بالتقييم العام أن المنتخب الإماراتي قدم نفسه في هذه الدورة، وأصبح أنه لديه طبعا خطة معروفة. سيكون أيضا معنا ضيف، خليه يدخل معنا يا أخوي عادل. تفضل دكتور، واحنا لسه في التقديم. دكتور حبيب طبعا الربيعان سيكون معنا، وهو من احد الجنود المجهوله في العاب القوه. ارحب بضيوفي اليوم بهذه الساره اهل الخليج. رحب بك يا دكتور، ويا سعد مساك الدكتور حبيب الربيعان، هو عضو الاتحاد السعودي لعب القوه، رحب فيك وخبير مستشار طاقم. نهار الضفيري اخونا طبعا كعضو لجنه الفعاليات، وهو رياضي يعني خبير ما يحتاج. يا مرحبا اخوي سامي، بيقول واحد وين طلعت سامي منك؟ يا اخوي سامي موجود بس رحب فيك اخوي سامي يوسف. هلا والله وسهلا فهد، وساعه مباركه حقيقه اني يعني اكون مع النخبه والكوكبه الخليجيه والمنظمه طبعا، وشكرا لك فهد. الله يشكرك. ابو عبد الله استاذ حمد الدبيخي، نتمنى ان شاء الله اليوم نستفيد من خبرتك الرياضيه خاصه في الالعاب المختلفه، بحكم انت ايضا مهنتك يعني ما يحتاج. ان شاء الله امسي عليك على الساده المشاهدين على المجموعه الطيبه اللي جالسه معنا، وان شاء الله زي ما ذكرت ان شاء الله تكون في استفاده زي ما سمعنا طبعا في الحلقات السابقه. يا مرحبا اخوي علي هبه، رياضي وكاتب في جريده الرياضي، رحب فيك. سعد بتواجدك معنا. زميلي فهد امسي عليك وعلى جميع المشاهدين وعلى الزملاء الافاضل. ونرحب فيكم انتم كمتابعينا، ان شاء الله سنكون معكم في هذه الحلقه اهل الخليج، وحوارنا دائما خلينا وين الدكتور ما هو جاهز طبعا، لكن نروح باخوي سامي. بشكل عام خلينا اقول لك تقييمك للرياضه بشكل عام، انا قلت في العشر سنوات، لا ما ابغى منك عشر، ابغى خمس سنوات. انا خليني اتكلم يعني عن البطوله هذه طبعا، والبطوله او الدوره الاولمبياد الحالي والسابق طبعا.
ما في شك أنه فيه اختلاف كبير. عندما تقيم يجب أن تكون موضوعي، وعندما تكون موضوعيا فأنك تستند على أرقام، دائما لغة الأرقام هي اللي تكون الفيصل صحيح. والمحددة إذا كان أنت حققت تطور في نمو في ازدهار في الألعاب وفي نتائج، أو أنت ما زلت محلك سر. إذا تحدثنا عن الدورة التي أقيمت في البحرين عام 2011، كان يعني مواقع أو موقع منتخبنا أو مشاركة السعودية كانت في المرتبة الأخيرة. بعد تقريبا 4 مواسم الآن نتصدر الترتيب بميداليات تقريبا وصلت إلى 100، كم كبير من ميداليات يعني، وخصوصا الذهبية منها. هذا لم يأتي من فراغ حقيقة، أكيد يعني هنالك تخطيط، هنالك أهداف واضحة وضعت، هنالك استراتيجية للتنفيذ، في متابعة. في نهاية البطولة أكيد أن بنوصل إلى مرحلة التقييم، لكن خلنا نسأل سؤال عريض والمهم، ما الذي اختلف من يعني وش اللي خلانا أن نحقق مثل هذه الأرقام؟ طبعا ما في شك أن إحنا أنه في تخطيط مسبق، ولكن ما يميز هذه الدورة حقيقة أنه في تميز لبعض الألعاب حقيقة الفردية. طبعا ما في شك وجود الدكتور حبيب، طبعا ألعاب القوى وعلى رأسها طبعا صاحب السمو الأمير نواف محمد، رجل خبير، رجل ناجح قبل أن يأتي إلى اتحاد ألعاب القوى، عزز هذه النجاحات وهذا التاريخ بوجوده في ألعاب القوى بنتائج ومستويات وأرقام وميداليات تسجل له ولنجومنا ولإدارته. الاستقرار الإداري هذا أوجد وأعطى مساحة كبيرة للنجاح. نعم. حتى في كرة القدم لما نتحدث عنها كمختصين نقول والله الاستقرار الإداري والفني والعناصري هو اللي يعطيك نتائج صحيح. على المدى البعيد. هذا ما تحقق في ألعاب القوة. طبعا نتحدث عن الأثقال، ميداليات وفيرة ما شاء الله تبارك الله. اليوم الطاولة، كرة الطاولة تحقق تميز. أيضا نتحدث عن الكاراتيه والجودو، نتحدث أيضا عن الألعاب الجماعية، في إخفاق في اتحادات يمكن كنا نتناقش فيها اليوم أو أمس ما زالت محلك سر، لم تحقق نتائج، لم نشهد أي ذاك تطور. لكن عندما نتحدث عن كرة اليد بقيادة الأستاذ تركي الخليوي والأستاذ، هو امتداد مسيرة الاتحادات ما في شك يعني. هذه نقطة مهمة يجب أن لا نخفي، يعني يجب أنك تحترم من سبقك حتى يحترمك من يأتي بعدك. الأستاذ تركي الخليوي قدم عمل مميز جدا في رئاسة الاتحاد اليد مع الأستاذ المنيع. طبعا بتحدث عن ما يميز الأستاذ تركي الخليوي، لكن خليني أرجع بالوراء كثيرا وأذكر أن الفترة الذهبية والعصر الذهبي لكرة اليد السعودية كانت ما في شك مع الأستاذ محمد المطرود. نعم. الله يمسيه بالخير. طبعا وصول كأس العالم على مستوى المنتخبات والأصعدة، حضور عربي كبير على الاتحادين، طبعا الاتحاد السعودي مشاركاته وفي رئاسة الاتحاد العربي. الفارق اللي أحدثه الأستاذ تركي الخليوي يعني أن أحدث منتخب جديد، أو يعني دعم تكوين منتخب جديد بدءا بالقاعدة، خصوصا إذا ما علمنا أنه الفترة الماضية شهدت يعني اعتزالات لنجوم كبار. مثلا عندما تحدث عن نجوم كبار أقول لك مناف السعيد مثلا، من منا لا يعرف مناف يعني، حتى على مستوى القارة بندر الحربي، ينبعاوي، هناك نجوم كبيرة أثرت ويعني على مستوى المحلي والمستوى الخليجي وحتى القاري. صحيح. اعتزالهم في فترة يعني تقريبا متقاربة أكيد يعني بيحدث لك فجوة. حتى نرجع وقيسها لك، لأنه الغالبية تتابع كرة القدم، فأقول تخيل فريق كرة قدم يعتزل جل عناصره مثلا او ابرز عناصره، يمكن في ضرب كبير يعني في بعض يعني نقطه يمكن بعدين نتحاور. لكن لما جيت اتحاد اليد حتى الناشئين والشباب له حضور مميز عربيا اسويا بالضبط. يعني انا نتكلم عن القاعده. صحيح. اتكلم لك عن القاعده. اذا الاتحاد الجديد برئاسه الاستاذ تركي الخليوي، وهذه تسجل حقيقه، احدث عمليه يعني تكوين منتخب جديد غطى الفراغ، وهذا ما في شك يسجل. رحب فيك اخوي نهار، وبسعاده بتواجدك. يمكن اول ظهور ولا لا؟ كنت ظهور اللاعب، ولكن اليوم ظهور برنامج. بس انها ظهور خجول يعني. سعادة بتواجدك. خلينا ناخذ، انت طبعا ضمن يعني الفعاليات اللي قد تكون فريدة واعطت نجاح، يعني الفعاليات اللي قد قدمت الأسرة في الكورنيش وغيرها من مجمعات تجارية، لكن خلينا ناخذ وجهة نظرك عن الدورة بشكل عام. والله انت عارف الدورة هذه يعني اخر دورة نظمتها المملكة العربية السعودية كانت بطولة السباق الإسلامية في مكة المكرمة، وبعد 10 سنوات هذه البطولة الثانية اللي هي الألعاب المجمعة. نعم. والألعاب الأولمبية. ما أخفيك أنه العمل كبير، وإحنا إن شاء الله ننتظر نتائج
العمل الإداري والتنظيمي يكون نتائجه للكوادر السعودية الإدارية اللي تنظم هذه البطولة. طبعا راح نستفيد منها في يعني بطولات قادمة، وحتى لو ظهرت سلبيات ما حتكون يعني في الشكل العام حتكون ظاهرة بإذن الله. يعني بس يهمني أنا معك أمشي معك في الموضوع هذا، لكن يهمني هل في تقييم للعمل اللي قدمه مثلا في هذه الدورة؟ طبعاً احنا ما راح نتحدث مثلا ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات، لا مجال، احنا نقف مع لكل منظمة، لكن انت في وجهة نظرك تلاحظ في تقييم؟ والله حاليا التقييم يمكن بدأ من أول يوم، من أول يوم الدورة في تقييم، كل يوم عن يوم في تقييم العمل اللي يقوم فيه رئيس اللجنة العليا الأمير عبد الحكيم بن مساعد، والأستاذ عادل بطل مدير الدورة، والأستاذ مساعد الدورة اللي هو أستاذ إبراهيم صليخ. طبعا يقومون بجهود كبيرة، وكل الملاحظات اللي على الكوادر الإدارية اللي معهم بتكون على حسب عطاءاتهم، يعني وش يقدم وش اللي وش السلبيات الإيجابيات، هذه كلها تقارير من يمكن من فترة كل يوم يسجلون كل خطوة لأي لجنة تقوم فيها، يعني معالجة الأخطاء في الحال. نعم، تعالج الأخطاء، وبالعكس تزيد وتصر على أنه يكون الخطأ بفعل ناجح أكبر، يعني بحيث أن الخطأ هذا ما يكون ظاهر كثير. يعني نعم. يعني فيه عندنا اللجان المصاحبة للدورة، عندنا كمان هو لجنة المتطوعين، كل الجميع يعني يقدم تقاريره أول بأول، فهذه التقارير تساعد اللجنة العليا على تفادي الأخطاء. نعم. والحمد لله لحد الآن احنا ننتظر إن شاء الله التقييم في نهاية الدورة، والجميع يستفيد منها بإذن الله. دكتور أنا بهنيكم أول شيء، وهو معتاد احنا دائما نقول العب قوه، مبروك مبروك مبروك، يعني مش ملينا على طول تعودنا. لا ان شاء الله احنا شوف دكتور، وحتى على فكره انا دائما انا يعني في البرنامج من يمكن لنا الحين 10 ايام او 15 يوم دائما اقول في بعض الاتحادات وانت مغمض تعرف كم بيجيبون، يعني عمل جبار، يقول لك مبروك وجبتك اليوم انا معنا في هذا الاستديو. اول شيء الانجازات تتكلم عنها اكيد تحققت بعمل وانت عاصرت هذا الاتحاد، تجربه الاتحاد بالنسبه للعمل وش اللي نجحتوا فيه والاتحادات الاخرى لم تنجح؟ والله النقاط يمكن يشاركوني فيها قد يكون الاستقرار، يعني الامير نواف بن محمد من 92 هو موجود في الاتحاد، وزي ما الان الحديث عن التطوير وعمليه صحيح. التقييم وكذا، في تقييم وفي هل احنا يعني مبسوطين عن كل شيء نقيمه او نقدمه في الاتحاد؟ لا، في تقديم عملية تقييم لكل إنجازات إذا صح التعبير، أو تراجع بعض الإنجازات، يعني أو تراجع. إحنا الآن يعني إحنا كاتحاد، أنا كرئيس لجنة فنية في الاتحاد، هذه الدورة الثانية لي في الاتحاد، يعني تقريبا سبع سنوات. سنة ثانية ولا رابعة؟ لا أنا أعرف الدورة الثانية من يوم أني صغير وأنا أعرف كل في ألعاب القوة. لا لا أنا من لاعب ايضا في الاداره، يعني ولكن كمجلس اداره هذه الفتره الثانيه والدوره الثانيه كمجلس كعضو مجلس اداره. هناك تغيير، هل يعني ما في عندنا رضا حتى وان تميزنا في بعض الالعاب؟ يعني الان كانت فتره هادي صوعان وسعد شداد كنا نتغنى فيها ولا زلنا نتغنى فيها واخواننا وحبايبنا، ولكن احنا نقول نبغى المفروض يكون عندنا 15 سعد شداد و10 هادي صوعان. الآن عندنا يوسف مسرحي، وعندنا الآن سبيعي، فهد سبيعي 100 متر، فهد السبيعي، وأيضا عبد الله الأبكر، وهذا نعم. يعتبر مفاجأة الدورة لأنه هو البداية، هذه أول بطولة قوية يشارك فيها مع الكبار، هو جميل. تاريخ ميلاده 97. ففي عندنا موجودين ناس، ولكن هل احنا راضين؟ لان لو رضينا انا كنت بسالك دكتور، كنت بسالك السؤال هذا، يعني نعم. الارقام اللي تحققت هي لانها لعبه دقيقه وتعتمد على الارقام. نعم. هل صحيح انك اخذت الميداليه، لكن ممكن الرقم ما انت راضي عنه. صحيح. هل انتم راضين على ما يعني بالنسبه للارقام، وتعتبرها هي اصلا داخله من ضمن برنامج اعداد لمشاركه قادمه؟ انا يعني اللي تابع بطوله العاب القوى او امس بالاحرى البطوله يلاحظ ان احنا فرحنا ب المركز الثالث في المئة متر أكثر من السبع ميداليات أو الست الميداليات السابقة.
يعني في بعض الميداليات مثلا ميدالية حسين السبع وأحمد فايز في الطويل كانت متوقعة على حسب النتائج اللي عندنا. صحيح النتائج أو الأرقام نزلت شوي لأن كم كان متوقع احنا كنا متوقعين لو كانت الكويت موجودة. يعني أنا توقعت كانت في مقابلة لي قبل بداية البطولة كنا نتوقع من 10 ميداليات ذهبية نتكلم على حسب وجود الدول المنافسين لأن الكويت يعني عندها بعض يعني ألعابنا هي ألعاب أرقام زي ما قلت صحيح. في بعض اللاعبين في الدول المختلفة عندهم أرقام ممتازة قد تكون أفضل منا. أيضا هل الصف الأول موجود أو لا؟ يعني مثلا لاعبين قطر، لاعبين البحرين، هل جابوا الصف الأول أو لا؟ هذه تفرق شوي. ولكن الحمد لله يعني لاعبينا يعني احنا فهاد السباعي يعتبر هذه المسابقة تعتبر جديدة له. يعني 200 متر هو متخصص في 200 متر إن شاء الله بكرة راح يكون هو يعني مسابقة إن شاء الله. أنا بجيك يعني يمكن أنا ودي أن يشاركوني سامي وبعدين حمد لكن في صناعة النجم صناعة الأولمبي يعني نجاح مثلا مسرحي أكيد أنتوا لكم رسمتوا على خط كنت أتمنى أن الاتحادات الأخرى تنفذ هذا الخط سواء في تفريغ اللاعب لأنه مهم جدا تفريغ وغيرها من الأمور لكن برجع لك بعدين خلينا نروح لحمد اليوم. حمد خلينا ننسى القدم شوي ما نبي قدم اليوم ألعاب مختلفة مع الدورة دائما يا حمد خلينا نروح معك وإن كان تبغى تعلق على أي موضوع من الزملاء ما عندنا مشكلة بس نتكلم على خلينا نقول دائما المتهم المدرسة وحتى يمكن الدكتور يمكن يقول المدرسة وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى شوف إذا بتتكلم على صناعة نجم أول شيء لازم تشوف هدف الدولة إذا كان الدولة في مستوى القطاع الرياضي وضعت كفاءات لرسم الأهداف ما عندنا مشكلة فكانت كل مشكلتنا مثلا دائما في الكفاءة من يستطيع أن يصنع أو يضع الأهداف يعني إحنا مثلا نسمع دائما أن الخبير الفلاني على سبيل المثال نوال متوكل في المغرب صحيح. لما حققت جاءوا خلاص حطوها استفيدوا منها في ككفاءة طبعا إحنا في السعودية القفزة الأخيرة اللي أنا شفتها مثلا تتكلم عن لعبة مثلا تنس الطاولة في تنس الطاولة جابوا أو حاولوا يعني يستقطبون رجال أعمال وكأنه يعني يقولون تعالوا دفعوا إن مشكلتنا في الأموال خلنا نحط فدران مثلا عنده يقدر إذا النقطة الثانية خلنا نشوف البرامج يعني مثلا لما أجي حق اتحاد ملاكمة مثلا أو مبارزة أسأل كم عدد الممارسين في المملكة انتبه في الأندية وبعدين بجي أقول سؤال مهم أنا كنادي بعض الأندية تجيب لك مدرب ملاكمة يا أخي أنا بجيبه بعطيه موسم كامل رواتب 10 شهور أو مو سنة بعدها علشان يشارك مشاركة واحدة طب وين البرامج أنت عشان تقدم في المبارزة مميزين ما يصير يشارك في مسابقة واحدة طول السنة على مستوى المملكة فبعض مشكلتنا يعني أقول لك أول شيء كفاءة مع الأسف إحنا نجيب دائما يعني نتجاهل أنا أبغى أستثنى ألعاب القوة أنا بعطيك نقطة أعضاء الاتحاد هنا كانوا موجودين يقول معنا أعضاء اتحاد في لعبة ما يقول لك ما يعرف كم شوط كرة الطائرة مثلا يسأل اللي جنبه يعني يقول كم باقي في الوقت هو عضو اتحاد أي أنا شو أقول الحين أنا أقول لك يعني عشان نتكلم بصراحة أنت لأنك سألتني على المدرسة أنا جال برجعك ورا شوي ها حتى مع الأسف تسمع بعض الأخوة الإعلاميين دائما هاي لو كان حديثنا على كرة القدم يطلع ويتهم المدرسة هو طبعا من جهل فيه إن ما يعلم إنه يفرق بين المدرس والمدرب أنا في المدرسة مدرس عندي مو كرة قدم بس صح. حتى كرة القدم نفسها عندي مهارتين ممكن أنا أتكلم كمتوسط في كرة القدم عندي مهارتين للصف الأول متوسط يعني تكاد تقول لي ليش يعلمونها رمية التماس مثلا وامتصاص أي لعبة مهارة من ممكن 70 مهارة أنا مش مسؤول إني أطلع والله ولد فهد لاعب كرة قدم أنا معلم أنا أقدم أهداف سلوكية وجدانية أعطيه اليوم قدم بعد أسبوعين بعطيه طائرة بعطيه جمباز
هم يجون يطلعون يقولون يتهمون المدرسة. صحيح. فنفس الشيء في الألعاب. لا بس عفوا حمد، يعني أنت كمدرس كمعلم، يعني مثلا أنا عندي ما ينطبق على حمد، ينطبق على المعلمين كلهم. خلي يعني ممكن يلعب في حصة الرياضة، لكن المدرس بعين الخبير يجي ممكن في مناسبة مع ولي الأمر أو مع الطالب نفسه يقول له والله ترى أنا متفوق، يعني لو تنمي مثلا قدراتك العضلية أنت مالك في كرة القدم، خلك في مثلا ألعاب القوة، الرمي، الرمح مثلا، القفز مثلا، من الأمور هذه، أو أنت السباحة. يعني قصدي المدرس أيضا مثل ما تفضلت حمد أنه له رسالة يؤديها وجدانية ومهارات وما إلى ذلك، بس برضو يعني إذا هو حريص هذه برضو مش معليش أقول لك، لا بس أوصل لك فكرة. يعني أنت لك نظرة، أنت لك نظرة كمدرب هذه البرضو يعني هذه البرضو ما ينبغاها. أيوة. لأن أنا معلم تربية بدنية، عندي أداء منهج، لو جوزت عن المنهج معناها يجيك المفتش ولا ذا يقول لك. لا ما قلت لك تجاوز، انا واضح حمد معلي، بس نقطه ثانيه. لا مش تجاوز، مش تجاوز، لا بقول لك انا بقول لك انت تتكلم عندي، انا ما ابغى اتكلم عن منشآت واو، لكن خليني اقول لك اذا تبي دور من المدرسه عشان لا احطك، خلينا ناخذ تجربه في الكويت او دول. في الكويت انا جلست مع مدرسين، في الكويت شو يسوون؟ ما في عنده مدرس تربيه، لا عندهم قسم التربيه البدنيه مكون من 4 معلمين مثلا. احنا في مدارسنا لا واحد يعلك تاخذ 24 صح، لكن هناك ينظرون لك مش موظف، ينظرون لك انك بتعد جيل. مثلا شو يسوون؟ احنا 4 1 2 3 4 صح، ها يقولون يا علي انت عندك 4 حصص ومسؤول عن السله. شوف شوف الفرق اللي تكلم عنها. يا حمد انت عندك اكتشف 3 4 حصص مسؤول عن القدم. فهد انت عندك 4 حصص مسؤول عن الجمباز، بس بشرط نبيك انت تقدم لنا في السنه كم لاعب سله وانا كم لاعب قدم. هذا اللي تقول عنه، لكن هذا مش موجود، لان احنا اصلا نرجع للوزاره انت مربوط بنظام الخدمه المدنيه وبنظام انك موظف وبنظام وبنظام. فنفس الشيء صحيح كلامك، احنا ودنا الكلام هذا يصير، لكن يلا خلصني من المعوقات هذه وجيب لي مدرسين في كل مدرسه وبعدين قول لي والله ليش ما انتجته. لكن لما اكون الحالي ومطلوب مني مهارات وخبرات اقدمها للطلاب تيجي تقول لي ليش ما اكتشفت؟ لا مش اقول لك ليش، اقول لك يعني انا اقول لك وجه توجيه، قصدك توجيه فرصه مواتية يا دكتور. ممكن هي شوف اذا دخلنا على التربيه البدنيه مهم جدا، انه يعني مهم جدا المدرسه مهمه، ولكن ليس مثل ما قال الاستاذ حمد بانها عليهم حمل وقت الدرس. الدرس له خصوصيته اكيد، انا كمدرس تربيه بدنيه لي خصوصيتي، عمل الحاجات اللي ايش اللي الوزاره تطلبها مني. صحيح. ولكن في عندي مثلا نشاطات لا صفيه خارجها، انا مثلا لو جيت وحمد مدرسي راح اكون يعني اخذ منه، استصف منه كقدوه لي انه كان لاعب مبرز ومن احسن اللاعبين و وممكن حتى اميل لناديه اللي هو كان يلعب فيه. صح. هذه حاجة جيدة، وممكن بنظرة الخبير بالضبط. ممكن يشوف زي ما قلت انه مثلا يكتشف ويوجه، ولكن المشكلة انه ما في عندك الوقت الكافي. نعم. لهذا العمل عندك حاجات إدارية، عندك حاجات أهداف مطالب من قبل الوزارة انك تطبقها ولا تطلع منها، إذا طلعت منها مع احترامي مع احترامي في بعض الأوقات يكون المشرف علي أقل مني مستوى، هذه مشكلة. وهذه دخلنا في متاهة. علي انت لك تعليق على هذا الموضوع. اول شيء رحب فيك مره ثانيه، ويمكن الحديث عن المعلم واعداد يعني نقول الاولمبي تحديدا اللاعب الاولمبي. اول حاجه فانه وجودي يا طويل العمر مع هذه النخبه اعتقد انها شيء مميز، على الاقل نستفيد او نطلع بفائده مهمه. المانشيت العريض مثل هذه الدورات المقامه الان، المانشيت العريض الى اين يعني نريد الوصول الان فيها هذه وجه للدكتور هذا زين. لا انا اوجه لا لان الدكتور هو محسوب الان وين نروح احنا بهذا انا اوجه للمسؤول بشكل عام وعلى راسهم الامير عبد الله بن مساعد، الى اين نريد ان ما هي الفوائد التي نريد ان نخرج بها مثل هذه البطولات. خلينا نتحدث ممكن عن الامير
ألعاب القوى نواف بن محمد مثلا أو تركي الخليوي، لعل يعني ممكن أدوارهم يعني كانت إيجابية على أرض الواقع. يمكن أنا كنت حضرت بطولة الألعاب الأولمبية في قطر، حقيقة كان حديثه واضح وبالفعل صنع لنا اللي هو يوسف مسرحي. الآن كان فيه تخطيط وفيه عمل، وحتى إن كان فيه نبرة حزن شديدة لما خسر المنتخب السعودي بعض المسابقة أو الميداليات، فتواصل العمل بشكل إيجابي. أيضا كرة اليد متواصلة في منهجية، في عمل موجود. الآن هذه دورة الألعاب الخليجية الموجودة الآن، أعتقد العمل ريادي، التنظيم على أعلى مستوى، كل الأشياء يعني متاحة، لكن الألعاب المختلفة الأخرى إلى أين سنصل؟ دائما ما نسمع باللاعب الأولمبي متواجد، دائما ما نسمع. تعرف يا علي، تعرف علي وش اللي يضيق صدرك زيادة؟ لما يطلع قبل البطولة، يعني مثلا يمكن سمعت تصريح من ألعاب القوة نفس، توقعت أن الدكتور يقول حناخذ 18 ميدالية، يعني سمعت تصريح من محجوب، محمد محجوب، قال حنا يعني إن شاء الله رصيدنا 9 ميداليات. يعني قريب الحد. في بعض الاتحادات طلعت وحتى بالرسالة معي بالجوال، سنحصد الذهب. الحين ما في ذهب، ما شفناهم. أنا قاعد أقول لك في 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 بعض الاتحادات أو رؤساء الاتحادات مثل ممكن غدران، مثل حقيقة أنا أشوف في نسمع بأعمال موجودة على أرض الواقع. صحيح. لكن الآن حصل الحصاد. أنا أتحدث عن بطولة الخليج الحالي، أو آسف الدورة الخليجية، الألعاب الخليجية. أنا بالنسبة على المستوى الشخصي أعتقد أنها وليدة، تحتاج إلى وقت حتى نصل إلى الآن. لو ممكن شاركنا في البطولات العربية قد لا نحصل ولا حتى على ممكن 5%. لا، في بعض المنتخبات، أنا أختلف معك، بعض المنتخبات أو بعض الاتحادات، يعني بعض الاتحادات تحصد. نعم، أنا يعني بدون أي خلني ممكن أوجه السؤال أيضا للعبة اللي هي الرماية اللي كانت في حققت يمكن حوالي 5 مش موجودة. مش موجودة ليش مش موجودة؟ يعني احتمال يكون عندها مشاركة، زي الدراجات عندهم مشاركة في مصر الحين بطولة عربية. في بعض المنتخبات اتفقوا أنها تكون ما تشارك لأن عندها مش منافسة. فإحنا مثلا نتحدث عن وحققت على مستوى البطولة العربية. المهم اللي أنا أبغى أصله من 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 حديثي، صناعة اللاعب الأولمبي صناعة مهمة جدا، ولكن مثل ما يحدث في كرة القدم هو ينعكس بشكل أو بآخر عن بقية الاتحادات. نحن نحتاج إلى اللاعب يكون عندنا أيضا يوسف مسرحي متكرر. كرة اليد حينما كانت مع المطرود كانت بشكل مختلف. أنا أعتقد التوهج والعمل الذي يعملها أيضا تركي الخليوي ينعكس بشكل إيجابي على اللعبة بشكل عام. لكن علي يمكن أنا الكلام هذا قلته دائما مع ضيوفي، خاصة في بعض المنافسات لما تكون أنت تشوف دوري، يعني مثلا ألعاب القوى أنا ما شاء الله طول السنة عندهم منافسات، حتى عندهم منافسات للبراعم والاختيار النخبة وغيرها، يعني مستمرار. لما تيجي كرة اليد عندهم دوري قوي، دوري قوي، لكن روح مثلا اتحاد الطائرة ما عندهم دوري، عندهم فريقين يلعب السوبر ويلعب الدوري ويلعب الكاس، أهلي اتحاد. إذا لازم هذا تروح الفريق، هذا نتاجه. أنت تتكلم عن صانع، عطني في الناشئين والشباب، ما في عدل، ما تطالبهم أنت إذا ما في، ما تطالبهم كاتحاد هو يعمل. طيب ليش لا، الاتحاد ما يقدر يعمل إذا ما في أندية، ترى الاتحاد يأخذ عمل الأندية. معلش في بعض الألعاب، في بعض الألعاب، ولكن بالنسبة إلى إذا كان الاتحاد يبرمج بطولات ويؤكد على بطولة، يعني مثلا خلني أعطيك مثال، أنا ما أبغى أمدح اتحادنا ولكن هذه بارزة تجربتكم، مش بارزة بالجزء. يعني مثلا ال- 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 الحاجة اللي كان يركز عليها الأمير نواف، أنا كرئيس لجنة فنية أنا اللي نقوم في لجنتنا بتنظيم البطولات وتجهيز البطولات المحلية. كل سنة يقابلنا يعني زي ما يقولون هدف معين. يعني السنوات اللي فاتت كنا مثلا بطولاتنا المملكة، مش المناطق، بطولة المملكة عندنا بطولتين للناشئين، بطولتين للشباب، غير بطولات النخبة للناشئين والشباب. يعني في عندنا اللاعب الناشئ يلعب بطولتين ناشئين على مستوى المملكة، وبطولة نخبة. دكتور معلم، الألعاب وش هي؟ أم الألعاب فيها ما شاء الله أي الألعاب؟ كل الألعاب، كل الألعاب، ألعاب القوى كلها ناشئين، كل ألعاب القوى الناشئين يلعبون فيها، اللي يقوم فيها اللاعب أو يحق للاعب الناشئ أن يشارك فيها، أيضا يشارك في الشباب. فيعني عنده ممكن يلعب 6 بطولات لبطولة مملكة الحين، وأيضا ممكن المميزين يشاركون في بطولات الدرجة الأولى. الآن عندنا البراعم وعندنا الناشئين اللي هم المدارس، في عندنا الآن تفعيل لبطولات المناطق، في
عملية التقييم دكتور، بس عشان أكمل بس فكرتي هذه، عملية التقييم إحنا الفترات اللي فاتت كنا نلاحظ أن بطولات المناطق لا تقام بشكل جيد، مسجلة بالاسم في بعض المناطق ما حتى ما تقام، وبعض المناطق يكون العدد قليل جدا اللي يشارك فيها. الآن إحنا سوينا عملية تفعيل إلى درجة أنه الآن مطلوب من كل عضو في مجلس إدارة الاتحاد أن يكون مشرف على بطولات المنطقة اللي هو فيها، أو إذا ما كان موجود في نفس المنطقة يعني ينتدب أحد إلى المناطق عشان تركز على المناطق، لأنه إحنا الآن يعني إحنا كاتحاد إحنا ما نفرخ اللي يفرخ الأندية. عفوا، حتى على مستوى المناطق، نعم، في مناطق فيها أندية يمكن ناديين بيمارسون، صحيح صح ولا لا؟ فايش الاستفاده؟ في انديه في منطقه بيمارس لك 15 نادي، عدد اللاعبين اللي في المنطقه هذه بالمنطقه هذه هناك تسويها بيوم. لا احنا العاب القوه ما عليه، ممكن اسوي العاب القوه، شوف اسويها الصباح الظهر في الصالات، الالعاب اللي في الصالات اللي برا، لكن لما تتكلم بعض الاتحادات ما يقدر، لازم يبي له شهور يسوي مسابقاته. اكيد، بس يعني احنا لو تكلمنا عن كل الاتحاد، المفروض ان الاتحاد لا يتوقف، يعني على يعني انتم الان تقولون انجازات وانجازات الاتحاد العاب القوى، مع ذلك احنا قبل يومين بس كنا في اجتماع 3 ساعات الكل ما هو راضي عن النتائج اللي قيمت اللي حصلنا عليها. الان في عندنا مثلا دروب، قد يكون انتم مثلا ما تشوفون تشوفون الاساس، مثلا احنا نفخر بيوسف مسرحي، ولكن زي ما قلنا قبل شيء نحتاج الى اكثر من يوسف مسرحي، حتى اذا يوسف يعني خلص تعرف العمر لا احكام، اذا صار دروب عنده انه ما يكون فيه فراغ، فنحتاج انه يكون اكثر من هذا اللاعب. زين دكتور، بس في نقطه، لان الحين كنا نتكلم على عمل الانديه، يقول محمد بدري علي يقول عمل الانديه، يعني مثلا بعطيك مثال، بعض الاتحادات يقول لك والله ابغى دوري، ابغى عندكم براعم، ابغى ناشئين، ابغى شباب، يعني يبغى لك مدرب براعم ناشئين شباب، من يتحملهم؟ يقول كذا النادي انا ما اقدر، انا ما اقدر. صحيح. وانت الاتحاد تفرض علي، يعني انت قصدي في اللعبه هل انت تمولون مدربين في الانديه لعب قوى؟ نعم، هذه بالنسبه هذه نقطه مهمه، هذه مهمه جدا. يعني الان بقول لكم يمكن مفاجاه ان كره السله في القادسيه تم الغائها، الغيت هي كانت محققه انجازات، ليش تم الغائها؟ يقول لك ما اقدر اجيب لا مدرب ولا اجيب لاعبين محترفين، ركز على القدم. شوف، هذه واحده من الحاجات اللي احنا يعني ما ادري نتكلم عن بعض السلبيات اللي موجوده. يعني احنا مثلا كاتحاد العاب القوى، يعني لعبه المفروض في كل درجه على الاقل 3 مدربين. يعني الدول اللي جنبنا ناخذ نقول نسمي مثلا قطر، خلينا على سبيل المثال، النادي فيه يعني اللي سمعته انا احد زملائنا اللي كان درب عندنا، عنده على الاقل من 10 الى 14 مدرب للعبه العاب القوى، لعبة العاب القوى، عمل جبار، بينما احنا عندنا مدرب واحد لكل الدرجات. كيف؟ هم مشاركين بصف غير، يعني خلينا يعني مش البطولة ايضا في نهاية الموسم، حتى لاعبينا فيهم دروب، يعني مثلا امس يوسف مسرح اخذ المركز الاول، هي الميدالية هي الاساس، ولكن كرقم 45 ونص يعني 54 فعلي عندها بطولة العام لعب القوة برضه، صح؟ الآن لا الآن بطولة العام قوة معاقين ما بس مش لا. ولكن احنا نتكلم على ايش؟ انه اللاعبين كل لعبة لها خصوصيتها، لازم يكون في مدربين. يعني من قبل ما ادخل انا مجلس اداره الاتحاد يعني ننادي بانه ايش يصير على الاقل 3 مدربين يتحملها رعايه الشباب، ولكن الى الان لم نستطع. هذا المعاناه للنادي الواحد ولا في المنتخب؟ للنادي الواحد فقط، على الاقل 3 مدربين يعني ممكن يجون. الان يعني مشكلتنا احنا في البعض يقول انه والله اتحاد العاب القوى يحصل على مبالغ كبيرة، كل الاتحادات اوكي تكلم. الاتحاد انا اقول لك في بعض الاسرار احنا ما نذكره، ولكن خلني اقولها الان. الاتحاد يدفع الى مدربين انديه، لان المدرب الجيد لازم تدفع، لن يقبل ان ياتي الى نادي
يدفع له 3800 ريال 1000 دولار اوكي. الأندية الآن شو تسوي؟ تجيب مثلا مدرب متميز، خلينا نقول حمد دبخي اوكي، لا اسمه كل شيء، ما بيقبل ان يجيب ب 1000 دولار اوكي. فشو تسوي؟ اوكي ناخذ احنا ال 3800 وماينس او ناقص ال 20% حقت الأندية، يعني ما تجي 3000 ريال، والنادي المفروض يتحمل مبلغ نص 50 الزيادة، ممكن 6000 7000 8000 يعني مثلا. هذه الزيادة يتحملها في كثير من الحال الاتحاد، يعني هذه واحدة من الحاجات اللي الاتحاد يصرف كثير، حتى المعيشة في كثير من الأندية ما تجي البطولات إلا بمبالغ من قبل الاتحاد. حتى إيش يفعل؟ لأن احنا عارفين احنا كاتحاد ما لنا، يعني لجنة المنتخبات ليست مفرخة اللاعبين، هم من الأندية، الأندية هي الأساس. طيب النهار هبك تشاركنا في الموضوع لأن أنت رياضي بعد سابق، ولكن خلينا بشكل عام الاتحادات بتقييمك لها ما حققته في هذه الدورة، يعني أنت كتنظر لتصريحات، تنظر إلى عمل، تنظر لأي اتحاد؟ والله على أساس أنه أنا ما أقدر أحكم حق أحد، يعني الترتيب واضح. أنت كرياضي ومتابع وكغيور لمنتخباتك لا تروح تلف لي بعيد يا نهار وتسوي، لا بالعكس انت محسوب على اللجنه. لا بالعكس انا بالعكس احنا نتفائل ان شاء الله الحمد لله بهذا الترتيب، وان شاء الله هذه يدفع الاتحادات كلها ان شاء الله بالبطولات الجايه. ترى هذا الكلام قالوه قبل لا من 2008 كم ايام احنا 2008 قال واحد نفس الكلام ان شاء الله في 2000 وين السقر الاولمبي وينه؟ خلينا الحين بيومنا، هذا مشروع عرفت، هذا مشروع يختلف استمرار المشروع هذا. الان احنا والله يمكن اقول لك احنا في طور تثقيف، تثقيف من ناحيه الجمهور، من ناحيه اللاعبين، من ناحيه الطلاب، كل ذول الان العاب المجمعه هذه الثانيه والاهتمام فيها قليل، لكن احنا نبغى نميز البطل الاولمبي على اساس انه بكره هذا مش راح يكون مستقبله، هل احنا نضمن له مستقبل بالنسبة كرياضي؟ الحمد لله الآن في حتى في المؤتمر الأخير شارك فيه هادي صعان كنموذج رياضي بطل وألقى محاضرة عن صناعة الإعلام صناعة بطل الأولمبي. وهادي صعان بقول للدكتور تصريح صرح فيه عن موضوع هو ذكر أسماء شداد وغيره، قال إحنا طبعا تأخرت الإنجازات، قال يجب علينا غربلة من جديد برمجة، يعني حتى أنا أقول لك حتى الاتحادات الرياضية الآن ممكن تحصر الأندية والألعاب اللي هي تشارك فيها من الأندية، مثلا عندك كرة السلة في المنطقة الغربية مثل كرة اليد في المنطقة الشرقية يتم فيها التركيز، وهذا كان مشروع من زمان، يعني كانت في بعض الرياضيين يتفوقون، حتى ترى احنا بيئتنا واختلاف جغرافيتنا تختلف منطقة لمنطقة، يعني بنية الجسمانية تختلف من منطقة لمنطقة، الرياضيين الألعاب القوى طبعا هم متميزين الان وخاصه هم من المنطقه الجنوبيه اغلبهم، يعني ولا الشرقيه موزع من كل موزع، وين صار مميز هناك والدول الغربيه في الجري في الجري غير، وفي الرياضات يعني تعرف العاب القوى ام الالعاب ولكن مختلفه. اللي احنا نقول نتمنى كرياضيين بالنسبه للالعاب القوى او الالعاب الاخرى المختلفه ان شاء الله احنا نطمح، هذه بدايتنا، وحتى لو كانت شركات خجوله او ضعيفه على المستوى الخليجي ان شاء الله نطمح فيها المستوى العربي وعلى المستوى الاسيوي وعلى المستوى العالم. احنا ما نبغى نشارك بلاعب او لاعبين على مستوى العالم، احنا نتمنى ان يكون في حتى الجمهور الرياضي يعرف انه وش البطولات اللي مؤهله للالعاب الاولمبيه اللي هي في 2016 في 2016 في ريو ان شاء الله في ريو. فاحنا نتمنى احنا كرياضيين نتابع منه الرياضي البطل اللي تاهل، يعني احنا عارفين التصفيات كره القدم التصفيات الاوليه النهائيه وبعدين تروح توصل كاس العالم، لكن الان احنا نبغى نعرف الرياضيين الالعاب المختلفه ايش البطولات اللي تاهلهم للبطوله هذه، فيكون في متابعه حتى للاجيال هذه عشان يعرفون انه هذه الالعاب لها فائده كبيره لهم مستقبلهم الرياضي، مستقبلهم حتى الدراسه. احط كلمه بس زياده عن الدوره هذه، يعني عام ولا خاص؟ عام اتكلم عام. احقاقا للحق من بداية التفكير في تنظيم البطولة الاستضافة، الحمد لله يعني كل الاتحادات اللي عارفها أنا أنه كل الاتحادات استلمت ما طلبت وزيادة
احنا كاتحادنا هذا الحديث يا دكتور احنا نعم. دائما نقول الاستضافه هي منفعه حتى في بعض يعني بعطيك مثال يمكن سامي وحمد وعلي نعم صارت الراكه اللي ما حد يعني يمكن لها كم 10 سنوات ما نعرف الا فيها مبارزه اليوم استضافت اثقال استضافت كاراتيه استضافت جودو استضافت نعم. يعني شفنا هي تستفيد ولكن انا اللي ابغى اقول انه في بعض الاحيان ممكن تجي المبالغ ولكن متاخره جدا السنة هذه الحمد لله كانت المعوقات اللي تكلموا عنها جميع الاتحادات سابقا ايوه الاتحادات تقول لك انه ما عندنا وقت انه نقوم بالاعداد بشكل جيد وهذا السؤال دكتور المبالغ الميزانيه متاخره وهذا الدكتور مشكلة. وهذا السؤال هو المهم جدا في نعم. جميع الاتحادات تتكلم يعني لو بنقارن باي اتحاد نتكلم على الدول المتقدمه الصين نعم. كوريا انت تتكلم انت كاتحاد يمكن الامير نواف محمد ما نواف محمد يمكن يعملها من حسابه الخاص لكن اي اتحاد ثاني ما يقدر يعمل خطه 4 سنوات مستحيل اتحدى اي اتحاد حتى بما فيه مقدم اكيد انك والله انت تقول والله بعد 4 سنوات ترى انا عندي معسكر ما في هم يعملون بشكل وقتي وهذا مشكله تراجع رياضه وهذه هذه هذه مشكله انه احنا الان لازم نكون عمليه بناء صح انا الان كاتحاد عندي عده بطولات في السنه هذه تعتبر البطوله الاخيره هي جات الميزانيه بشكل جيد وجات من وقت مبكر بعض الشيء انها ساعدت على عمليه الاعداد بشكل جيد. العدد اللي يكون موجود يعني احنا عندنا لاعبين في الخليجيه عندنا يمكن في حدود ال 30 او 35 لاعب مشاركين في الخليجيه، ولكن في مثلا بطوله العالم 3-4 يعني لازم يكون في عندنا مجموعه من الاهداف اللي لازم نكون احنا نصرف عليها نعم. كل واحد بطل عالمي او مثلا الان لريو يختلف لازم المفروض يعني ما اقدر اني ابدا الان لريو. عشان اخذ لي احصل لي بطل زي مثلا يوسف مسرحي في 2016 لازم يكون من 2012 2010 وهو شغال يعني 4-6 سنوات دكتور انت بس طرقت كلام نعم. قلت ان احنا كنا متوقعين ان بعض اللاعبين يعني في العاب القوى انهم يحصدون الميداليات الذهبية صح؟ 9-10 لأن مستواهم أعلى صح؟ إيه. طيب الآن إيش الهدف الآن؟ وين الهدف اللي إحنا نبغاه؟ هذول أعلى من البطولة، وين اللي وراهم الصف اللي وراهم؟ لأنك أنت الآن فكرت إنك تجيب عشان الإعلام تقول جبت ميداليات نعم لكن قدم لي نجم ما قدم قدم لك قال لك المركز الثالث لا في عندنا الآن في عندنا بعض لا ما أتكلم أنا يا جماعة ما أتكلم بالمجمل أنا أتكلم عن اللاعبين اللي يقول لي أنا حددتها قلت له مستواهم فوق البطوله يعني حسين السبع مثلا مشاركين مشاركين ايه شو البديل عشان انا بس ما افكر في الخليج افكر في ريو نعم شوف في بالنسبه عندنا احنا عاده ناخذ صف اول وصف ثاني في البطوله هذه هي بطوله ميداليات كل ما يعني صارت عندك ميداليات هي الافضل صح ولا لا حصد انت تكون حصد ميداليات فاحنا نبغى الافضل اللي يكون موجود ولكن مع وجودنا يعني في عندنا لاعبين الان نعرف انهم اذا جاب ميداليه كثر الله خيره اذا دخل نهائي كثر الله خيره اذا جاب يعني شو رقم شو السبب كثر الله خيره لانه لسه صغير يعني الان احنا ليش انا اقول لك قبل شوي انه عبد الله ابكر ثالث ماخذ ثالث وفرحنا ولكن فاز على مين؟ فاز على لاعب زي مثلا سامويل من قطر يعتبر من ثالث او رابع اسيا في ال 100 متر هذا تو جديد 67 لا 97 اسف لا زال في درجه الشباب يعني السنه الجايه راح يشارك في الشباب فيعني في عندنا موجودين ناس ولكن ايضا عندنا عدد محدود انا اجيب واحد اضمن الميداليه وانا مطالب كاتحاد في الدوره انه احصل على ميداليات وكل ما حصلت ميداليات ذهبيه هي الافضل او اجرب فيها ما اقدر اجرب في بطوله زي بطوله العاب رياضيه لازم احصل على الميداليات الناس اللي نتوقع انهم نحصل عندهم ميداليات اوكي الصف الثاني يشارك اذا كان امكن يشارك ولكن ما تقدر انك تجيبهم كلهم في نفس الوقت ابو يوسف خلينا يعني استخرج منه نقطتين تفريغ اللاعبين مهم جدا حتى تصنع بطل المخصصات تجيني في فترة قادمة يعني مو بس تجيني حق الشهر الجاي لا ابغاها مثلا فترة اعداد اللاعب. الشيء يعني بعض الاتحادات واشتكت يعني هنا موجود عندي يقول لك انا عندي 4 لاعبين مميزين في كرة السلة
وتفاجأ أنه جاء نقلهم في الشمال، ما في كرة سلة عندهم، ما قدرنا نرجعه يلعب في ناديه السابق الهلال أو الأهلي، هذه معاناة. إذا نشلو كيف ألوم اتحاد لعبة حتى يحقق ميدالية ويحقق أن لعيبة منتخب تعينوا خارج المنطقة اللي فيها. هذه نقاط مهمة في صناعة البطل أنا أشوفها أكثر من غيرها، خاصة في نتكلم على استقرار. بس في نقطة أهم من هذه يعني برضو، هذه نقطة مهمة ما في شك أو نقاط مهمة، بس الدكتور وحمد تكلموا قبل تقريبا يعني أكثر من 10 دقائق عن نقطة مهمة تتعلق بالمدربين. مثلا لو رجعنا إلى تحقيق المنتخب الألماني الكأس العالم، في تقارير بعد بطولة كأس العالم مباشرة بثتها وكالة الأنباء، سألت المسؤولين في الاتحاد الألماني والمدرب الألماني عن السر في التطور أو المحافظة أو الثبات على المستوى رغم اختلاف النجوم. تحدثوا عن المدربين ونوعية المدربين المتواجدين، مثل الدكتور قبل شوي تحدث عن أحد الاتحادات الخليجية تواجد فيها مثلا كم مدرب، 13 أو 14 تقريبا يعني، ونوعية المدرب لما يقول لك أنا مثلا بجيب مدرب مثل حمد ومدرب يعني واو يعني ما يمكن يقبل بألف دولار. هذه نقطة أيضا مهمة على الكواليتي، نوعية المدرب وجودة المدرب. ممكن أوقفك دقيقة واحدة؟ تفضل. في أندية عندهم ألعاب قوة ولا عندهم مضمار، تراب المضمار صحيح، نادي الطرف نعم وخرج نجوم نعم. ان الحين المدربين وعندك البنيه التحتيه بعض الانديه ما في، ممكن الدكتور قال لي ايوه صحيح نعم صحيح. هذه ايضا نقطه مهمه، يمكن هذه ترجع بين الاتحاد نفسه وبين الرئاسه كمرجعيه للانديه في توفير منشاه، او ان عمليه استقطاب عمليه زي اشبه بالاحتراف في الداخلي يعني انتقال لاعب الى بيئه افضل ممكن تساهم في تطويره. لكن انا ودي يعني ان نخرج برضو شوي بعيدا عن اتحاد العاب القوه، اتحاد العاب القوه لو تحدثنا عن انجازاته وخططه ما راح تجربتهم يعني. علشان احنا برضو لكن انا بتكلم برضو يعني ودي نسلط الضوء على يعني ابرز الايجابيات مثلا والسلبيات اللي في البطوله، بما انه احنا يعني على بعد يومين مثلا من نهايتها. انا اشوف يعني انه استضافه البطوله في المنطقه الشرقيه مثل ما تفضلت قبل شوي ان احيت بعض المنشات مثل مدينة الأمير نايف، صارت اتفاق تنس صلاة الأندية، الراكم، الملعب الأمير محمد بن فهد، وجود أيضا يعني منافسات مختلفة متنوعة تطلب وجود بعض الأجهزة، مثل هذه الأجهزة راح تبقى وتظل موجودة، هذه تسهم في تطوير أيضا اللعبة على المستوى. يمكن يعني إذا الدكتور والأخ نهار يشاركون في المسألة هذه، عملية قلة الحضور الجماهيري يمكن تكون هي مسألة يعني أتصور يمكن توقيت، يمكن عملية تسويق حتى على مستوى منافسات كرة القدم، لاحظ غيابات يعني للجماهير. في الجانب الآخر أنا أشوف أمر إيجابي يجب أن نسلط الضوء عليه يعني ولا نبخس حقوقهم. اللجنة الإعلامية في البطولة حقيقة قدمت عمل يعني جدا محترف احترافي حقيقة، يفوق يعني أول شيء إحنا تحدثنا عن تنظيم بطولة بهذا الزخم الكبير وبهذا التواجد، بطولة جماعية ألعاب مختلفة بكم كبير من المنتخبات والأعضاء الوفود، هذا يتطلب جهد كبير في عملية التغطية حتى عملية اللجان واللجان المصاحبة. لكن أنك تتميز في التغطية الإعلامية بكافة أنواعها التلفزيونية والمقروءة وحتى على مستوى تزويد الصحف بالأخبار، هذا يعني عمل يجير أنا أتصور في المقام الأول اللجنة الإعلامية في اللجنة الأولمبية، لأني أنا متابع لهم حقيقة من تقريبا موسمين، صار فيه تميز، صار فيه تخصص واحترافية، هذا يضاف للجنة الإعلامية في اللجنة الأولمبية. في هذه البطولة أيضا كان فيه كوادر، يعني هذه من الإيجابيات أيضا أنك تكتشف مثل ما تكتشف نجوم في الألعاب أيضا تكتشف نجوم في العمل الميداني الشباب نعم عمل الشباب سواء يعني مثل النهار ما شاء الله يعني صدق ما أخذ وقته مع النصر في الفترة ذيك يعني وكان لاعب مميز لكن ما أخذ وقته يعني يمكن نكتشف المجال الإداري يعني ويكون أحد نجوم هذه البطولة. أيضا في نجوم في اللجنة الإعلامية أيضا فهمتني، يعني في أمور كثيرة حقيقة مثل ما قلت لك على المنشأة أيضا يعني هذه نقطة إيجابية. ثم يعني أكيد ما في شك طبعا أنه في بعض المنتخبات ما زالت يعني عكس الوعود وعكس الإمكانيات المادية مثل ما قال الدكتور يعني وفرت لهم مبالغ مالية لكن مع الأسف لم تحقق. يعني الدكتور هذا السؤال بوجه لحمد، بس أنت اسمع وبعدين كان في مكانك موجود رئيس وفد منتخب الإمارات أو منتخبات الإمارات الأستاذ عمر عبد الرحمن، طبعا هو مشرف تربوي وتربية رياضية سابقا لكن هو في اللجنة الأولمبية. قلت له وش سر التميز هذا؟ قال سر التميز بلخص لك،
المدارس الصباح مدارس المدارس احنا نفتح ما بعد الدوام نفتح بكوادر وطنيه. اللجنه الاولمبيه وفرت المدربين يعني زي مركز الحي اللي عندنا بس يتبع مين؟ اللجنه الاولمبيه. من هنا طلعنا النجوم. هذا امتداد لكلامك على سامي موضوع علم التربيه الرياضيه. انا بقول لك نقطه مهمه بالنسبه لمقارنتنا بدول الخليج مقارنه ظالمه لان احنا دول الخليج اي بس جبتها هم يتجمعون ممكن في ابو ظبي قريبه في الكويت الكويت في الدوحه يتجمعون ويسوون برامج على كيفهم سواء مواصلات طلاب استخدام منشآت حنا عندنا معوقات كثيره حتى لو قلت هذه الفكر اللي جبناها من الامارات نطبقها هنا مستحيل لا الامارات ماخذينها من قطر يقول لك انا اقول لك شوف اول شيء لان هم يتجمعون بسرعه يعني ما عندهم مشكله لكن الحين لما احنا بنسوي بطوله سلاح شيش وين بنسويها؟ ان سويناها في جده معناها باقي المناطق يبي لها مواصلات اعاشه وسكن و و و و حمد مش قصده هو لا معلش لا في نقطه لا لا ما هو يتكلم عن هذه النقطه ما يتكلم عن النقطه هذه انا كلمك هو ما يتكلم عن النقطه هذه معوقات بالنسبه لي هو ما عنده مشكله لا 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 هو يتكلم على الاستفاده من المدارس الحين بنجيك النقطه المدارس التالية. انا بكلمك الحين انا كلمك اول شيء على معوق عندي مو عنده هذا مش معوق انت لا معوق الحين مدرستك عندي. انت ومدرستي تفتح بعد الدوام معليش ما بعد بعض المدارس تؤجر ما بنبي لحظه تؤجر ملاعبها صحيح ثانيا تتكلم عن المدارس لما نجي المدارس هذا موضوع ثاني لان عدد المدارس في مثلا في دبي ومجهزه والى اخره على اعتبار عدد السكان ما شاء الله عليه زين انت لما تاخذ الحين مدرسه عندي انا في القرب الى الشرق لو بجمعهم فتره العصر كطلاب إذا كانوا في قرب الدمام بس ها ما أكلمك على الخبر والضرامة لازم يطلعون من مدرسة إذا قلنا طلعوا الساعة واحدة من المدرسة كمتوسط مثلا أو ثانوي بيرجع بيته متى تأخذ العصر صح؟ نعم لو بتأخذ العصر متى بتمشي أنت من شرق الدمام إلى قرب الدمام على الطرق المواصلات اللي ففي معوقات عندي مو عنده يا أبي ففي احنا بالنسبه للسعوديه دائما في اي العاب في المدارس في 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 عندهم اريحيه يعني مثلا في قطر انا اشوف مثلا بعطيك مثال بسيط احنا من 50 سنه ها قبل لا نولد قبل لا نولد قلت لك اسمعني بس لو سالت اي واحد موجود الان من هذول كلنا ايش افضل نموذج في بناء المدارس ايش بتقولون في السعوديه مدارس أرامكو. لا ايش النموذج الجيد في المنشآت أرامكو كلكم قلتوا صح ها؟ طيب هذا كلام من كم سنه من 70 نعم طيب الان احنا في 2015 ندخل 2016 ونبني النموذج الغير نموذج أرامكو طيب ليش يعني تصور انت تتكلم لي عن هذا الكلام خلني في سلامه الطالب انت لما تبني لي ثلاث ادوار والطالب عمره 10 سنين شايل كتب 8 كيلو بيطلع لك كل يوم وبينزل حتى مدارس أرامكو نموذج أرضي هذا كلام من ضمن التوصيات اللي مش مهندس أنا مو مهندس لكن كرياضي أشوف أنه نموذج جيد عشان أنت تطالبني بشيء إذا عمره 8 سنوات أو 9 سنوات وبيشيل لك كتب 5 كيلو بيطلع فوق 3 وينزل وبينزل بس أنا ما زلت مصر يعني على أنه المدارس هي البيئة اللي ممكن تكتشف منها نجوم هي لا ممكن تستفيد من المدارس مثل ما تجربة الاتحاد الإماراتي عامل مساعد هي عامل مساعد لا هي بيئة منتجة مساعد. صراحة إذا بختلف مع أبو عبد الله شوي للأسف الشديد إحنا نحاول مثل ما قلت قبل شوي ندور حول الحماء ولا نحاول نصل إلى لب القضية المشكلة عندنا هي في المنظومة داخل عندنا في المملكة العربية السعودية غير محفزة لتشجيع الرياضة ممكن في غرب الدمام في شرق الدمام في أي حي في المملكة العربية السعودية نستفيد من المدارس كنماذج للألعاب بشكل عام حتى خارج الدوام بدل ما هناك قارة وفيها وجميع الدول كبيرة ومع ذلك تحقق نتائج عظمى لكن في هناك البنية التحتية مترسخة بشكل كويس والحكومة مقدمة
عمل جيد لجذب الشباب وجذب المواهب الصغار. وبالتالي أنا بالنسبة لي وجهة نظري يفترض أن يكون هناك انعكاس إيجابي داخل المدارس، تحضير بشكل إيجابي، المنشأة في المدارس ينشؤنا بشكل مميز مثل ما ذكر، نستفيد من مدارس أرامكو، نجد المنشآت جميع الألعاب، وبالتالي بتكون هذه المدرسة حاضنة للشباب وخاصة الصغار في سن الابتدائي في سن المتوسط. بكلمة بس، إذا كنت تطلبون من المدارس يا جماعة الأندية أنتوا تلقون الألعاب، هو يكسر أنت الآن توك لحمة بعد الدوام أنت حين خلاص، أنا خلك أنت معلم تربية رياضية أنت، اسمح لي دقيقة بس اسمح لي، أنت مو توك تقول القدسية ألقوا لعبة السلة؟ نعم، وعندهم ملعب سلة ومنشأة سلة، يقول لك ما أقدر أجيب مدرب ولا أقدر أجيب تخفض من إعانتهم. اسمح لي قصدي أنا أقول لك الآن أنتوا تقولون واحدة إعانات ما عاد زي أول من نقاط فهد، أنت تقول لي نبي منشآت، ها طيب هذا نادي موجود وفي منشأة وعنده إمكانية يجيب، ما دعم الاتحاد؟ طيب انا ما بعلم من الدعم، انا بوصل لكم فكره ان احنا قاعدين نتكلم عن المنشات، انها تكون مدارس في منشات وعندكم منشات لكن ما فيها العاب. ما اقول لك ليش يعني انتم كذا تضحكون حتى لا 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 لا, لا 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 الحين اي اتحاد، الان اي اتحاد جبتهم كلهم من رؤساء الاتحاد يقول لك انا يا اخي حتى الدوري عندي ما اقدر انا ابرمجه، صاله خضراء اليد يبغاها، الطائرة يبغاها، السلة يبغاها دوري. أجل لا تضطم مشاكلكم على المدارس. لا احنا نتكلم يا حمد، هو استثمار مش مشاكل يا مش استثمار يا يعني استثمار. عبد الله ابو عبد الله هياك بعدين ابو عبد الله افتح المدارس، فتحناها طيب من بيعطي المدربين والقيادة؟ هذا اللي قاعدين هذا الان احنا لا لا تنعكس لما انت المدرسة وسط الحي يا أخي، والطالب بيكون قريب إنه يطلع ويرجع. إذا بنتكلم يعني وتجيب كوادر مثلاً وطنية من المعتزلين وتعطيهم رواتب، حتى مو بشرط الراتب إنه يكون ضخم، بس أهم شيء تهيئ. بس في نقطة ثانية، في نقطة ثانية، إذا بتسوون هذا التفكير بتجولك سياسة التعليم وذا يقولك والله إحنا حاطين المدارس مراكز حي، مو حاكرين حق الرياضيين، نبغاها مراكز حي. بس مو رياضيين بعد، لا نبغى نبغاها مراكز حي ويشرف عليها رئاسة الأعمال الشباب. احنا 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 المفروض يعني اذا بنتشعب شغلة كبيرة جدا ما راح نقدر ان احنا نلم الموضوع بشكل مضبوط وعلمي. المدرسة مهمة جدا، النادي مهم جدا، الدعم بشكل كبير مهم جدا، وجود مثلا أندية الحي مهمة جدا، ولكن لازم تكون ايضا مهيئة بشكل جيد. صح، ما اجي مثلا والله افتح لي جدران بدون ما يكون في هناك، لا الحين الاحياء المتطوره موجود فيها ساحات يا دكتور، ما علي الساحات هذه، الساحات هذه هل هي مناسبه لكل المستعمل؟ انا اعطيك مثال دائما انا كمتخصص في الجانب النفسي الاجتماعي، نعم، دائما احط نادي الاتفاق والنهضه كمثال لسوء اختيار موقع النادي. ايام ما كان نادي الاتفاق، خلينا نقول الخليج نموذج والقادسية، لا لا خلينا نتكلم، لا ابغى النهضة والاتفاق. النهضة والاتفاق عندهم منشأتين، صح؟ منشأتين في وين؟ برا الدمام. مين في الدمام؟ ترى في الخبر، هذه تعتبر منطقة في الخبر، اوكي؟ سابقا يوم كان نادي الاتفاق حي الدواسر، صحيح، زين؟ يوم كان انا بقول لك لا بس بقول لك عشان انت ما تروح بعيد، قارنها بمنشأة نادي الخليج ونادي القادسية، شوف الحركة فيها وشوف الحركة. أيوة ليش؟ لأن مقطوع يعني الآن منطقة الاتفاق والنهضة مقطوعة، وثاني شيء مقطوعة من مين؟ مقطوعة من الناس اللي عندهم ولاء للاتفاق والنهضة. يعني هذه يعني كان بالأول أذكر إنه إذا جيت نادي الاتفاق مليان كله، وممكن الأم تجيب ولدها ترمي عند داخل البيت، البيت يعتبر بيت عليك. عندنا فاصل بس ثم نعود معكم إن شاء الله في غير، يلا على الفاصل. نعود مرة أخرى ومن ينضم إلى متابعتنا برنامجكم أهل الخليج، ودائما معنا أهل الخليج في هذا البرنامج المصاحب لدورة الألعاب الخليجية هنا بالدمام، وهذا طبعا احنا متواجد في كورنيش الخبر تحديدا في هذا الفندق الجميل مع نخبة من الإعلاميين والنقاد الرياضيين. نتمنى كان الجزء الأول اللي طرحناه في النقد أن يكون نخرج فيه بحقيقة ما
يسعى فيه دائما المحب للرياضة السعودية تحديدا. أنا جتني رسالة من طبعا زميل بالنسبة لي وهو رياضي أستاذ صالح الشمراني حكم سابق، يعني يقول للزملاء يعني يتمنى أن يكون هناك مدارس في مدارس الأحياء، يتكلم مدارس الأحياء داخل الأحياء تدعم من الأمانات، من الأمانة يعني الأمانات من وزارة العمل ورعاية الشباب وكذلك رجال الأعمال، وسوف يكون لها فوائد متعددة رياضية. أنا أقول اترك وزارة العمل ونترك الأمانة ونترك كل شيء، بس رعاية الشباب، الرئاسة العامة رعاية الشباب، لو رعاية الشباب بس فقط استلمت المدارس الأحياء من وزارة التعليم بعد الدوام المسائي، أنا أتوقع إن شاء الله أن نخرج مش بس للرياضيين، حتى أهداف الشباب وما يركز على الشباب من خلال المدارس أو نقول مراكز بعد المدارس. عموما نتكلم عن الأبطال اليوم، كرة الطاولة دائما بيض الوجه، مشاركات عربية سوية اليوم يحصدون الفردي. واحد يسألني يقول من بيلعب على النهائي، قلنا السعودية مع نفسها، يعني عبد العزيز العباد مع علي الخضراوي على النهائي الفردي، وحقق طبعا عبد العزيز العباد متوقع أن يفوز بالفردي. نشاهد ثم نعود. ما شاء الله ذهبيتين وفضة، ألف مبروك، 99 لقب الحين كم صار؟ الله يبارك فيك والحمد لله طبعا بالإنجاز الفردي، بعد إنجاز الفردي هذا يكون الحين 101، كان قبلها بالفرق وفي الزوجة أخذت الفضية، كان أتمنى تكون 102 لكن جاءت الفردي الحمد لله 101. 101 طيبة ما شاء الله ولا زال المجد بقية. عبد العزيز كيف شفت المنافسة في هذه الدورة في هذه البطولة؟ والله طبعا ما كانت منافسة يعني سهلة أبد، يعني كانت من المجموعة، كان في من أول مباراة لعبتها كنت خسران 2-0 من لاعب البحرين إلياس، لكن رجعت بعد في المباراة والحمد لله فزت 2، بعد فوقت في المباراتين تأهلت لدور الثمانية، برضو لعبت مع اللاعب القطري محمد عبد الوهاب، يعني لاعب شاب وبطل عرب تحت 18 سنة، كانت مباراة صعبة صراحة لكن الحمد لله بالخبر أني تفوقت عليه وفزت في دور الأربعة والحمد لله. النهائي طبعا يمكن علي الخضراوي يعني لاعب برضو شاب ولكن الخبرة أو نقول دخلت بتركيز عالي عنه، هو كان مشدود في هذه المباراة والحمد لله أني فزت. كابتن عبد الرحمن نجار لاعب منتخب قطر في كرة التنس الطاولة، حيك عبر السعودية الرياضية، برونزية على المستوى الشخصي وبرونزية على مستوى الفرق، وحيك عبر السعودية الرياضية، نقول لك ألف مبروك حصولك على هالميدالية. الله يبارك فيك. وش بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هالفوز، صراحة كنت في إصابة لكن رجعت والحمد لله، يعني حاولت أني أطور من نفسي، أقوي عضلاتي وأنسى أن كان عندي إصابة، بس الحمد لله قدرت أني أرجع وأرجع مستواي. طبعا ما لعبت مستواي الجيد في هذه البطولة، بس الحمد لله يعني على كل حال توفقت في الفردي والحمد لله على الثالث. نبارك للاتحاد كرة الطاولة برئاسة الأستاذ بندر سليم على ما يقدمه أيضا من نجوم والحضور المميز بهذه البطولة تحديدا. عبد العزيز كان يعني يمكن مشاركته كانت غير واردة في هذه البطولة بحكم عنده مشارك خارجية، لكن شارك من أجل أن يكون حاضرا بالذهب كما عودنا مع زملائه اللاعبين علي الخضراوي وغيرهم. أيضا لا ننسى نقدم التهنئة لألعاب القوة بحصد الذهب، وإن كان هناك عدم الرضا حسب ما قاله الدكتور، لكن إحنا بالنسبة لنا كمتابعين نقول ما دام في ميداليات ما عاد الارقام عندكم احنا ما لا الحمد لله لا احنا الحين راضين كميداليات، ولكن نتمنى انه اكثر. في عندكم 3000 بحريني نعم عن طريق فانس اجنبي يعني، والفضيه جوت نعم بحرين وين ال 3000 حقه؟ ال 3000 عندنا سعيد اخذ المركز الثالث سعيد المركز الثالث نعم.
يعني احنا ما نقدر ناخذ كل البطولات ولكن الحمد لله يعني في ترى المسابقة الأخيرة اللي هي 4 في 400 متر اليوم كانت في تحدي بين السعودية وعمان والحمد لله فزنا فيها. اللاعبين ثلاثة من اللاعبين اللي موجودين في الفريق جدد، فهد يعتبر جديد. جديد ولا اكتشاف؟ لا لا يعتبر جديد، يعني مش اكتشاف جديد، يعني هو من السنتين الماضية ولكن ما كان يلعب أساسي في المئة متر، فهو الآن يعتبر هو الأفضل في المملكة. اليوم كان بيني وبين تليفون الشيخ سعود عبد الرحمن أمين عام اللجنة الأولمبية في قطر، يقول عندنا في ألعاب القوة ثلاث، يعني إحنا يعني قصده هو هذه رسموا عليها وهي يعني هم قصده إنه يرسم عليها مستقبلا وتحقق الهدف لهم فيها. ما راح أقول كوشي الألعاب بس في ألعاب القوة يعني؟ نعم إيه. في ألعاب القوة أتوقع أنه في الوثب العالي في عندهم لاعب لهم عمر برشم، لو أخو بطل العالم صحيح. معتز برشم في عندهم، هم في عندهم بطل آسيا لل 100 متر 200 متر فيمي أوغندي ما جاء ما شارك، ولكن يعني إن شاء الله فهاد من الناس اللي راح يكون لهم باع. لا زال صغير. دكتور لو سمحت، على انتم ليه ما تسوقون حق اللاعبين؟ كيف عندكم مثلا الالعاب القوه عنده مشاركات كثيره وما شاء الله عندكم، ليه ما تسوقون لهم؟ يعني مثلا تروحون للشركات البنوك كم عدد، يعني لان اصلا عددكم قليل. نعم يعني مو زي لعبه جماعيه، يعني مثلا انتم على مستوى المنتخب المملكه في الفئات كلها كم لاعب في المشاركات؟ في المشاركات في عندنا يعني تقريبا على الاقل من 30 الى 50 ممتاز خلاص 30 صح؟ نعم. كانهم راعين فريق واحد، ما تروحون حق عده بنوك بدل ما يروحون. ليش البنوك ليش ما يتبنونها؟ انا اقول لك انا كل الاتحاد تحركنا. أنا اقصد اولا في بعض اللاعبين عندهم سبونسر، في عنده مثلا يوسف مسرحي، في عندنا نايكي موجود يعني ك لا خليني لان لاعب دول. ما كان متحلل. انا اتكلم صحيح. في عندنا مشكله كلا. مش الاتحاد، في عندنا لجنه تسويق، ولكن زي ما يعني نصيب الاسد كله لكره القدم اكثر شيء. نحاول ان يصير هناك يعني لو سمحت دكتور انا اقصد ما دام ممكن رعايه الشباب الامير عبد الله يتكلم مع وزير المالية ان عندنا هدف مهم جدا لهذا الاتحاد، لاننا بنشارك في الاولمبيات وعندنا ما شاء الله 11 ما ادري 12 مصرف وعندنا 30 لاعب، نبيكم ترعونهم مدة 4 سنوات ما بيكلفكم وهذا مشروع وطني. عطني في بالك اسم شركة عشان انا جاي. انا قلت له الحين مصارف البنوك مو واحدة. اذا يعني انا بس كذا انا بعطيك ملاحظة يا حمد والشباب، هم خسروا ميدالية اسيوية او اولمبية بسبب انه ما اعطوه اذن. على هذه خسروا ميدالية ذهبية. شوف ذهبية مثال الان عشان مثال مش رعاية. اذن من وين؟ من عمل. أنا أعطيك يعني. مثال يا استاذ حمد والله عجل لحظة لا 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 بس خليني أجل نطالب معلف أجل نطالب بالاتحادات بتحقيق هذه المشكلة يعني أبو في معوقات الآن استاذ حمد محمد الخويلدي نعم جاب هو بطل آسيا ورقم آسيا باسمه في الوثب الطويل نعم طيب يشتغل في أرامكو. أنا تبغون نتكلم يشتغل أرامكو يعطي شعر أرامكو طيب أرامكو طيب لحظة يا أقول هذه اللي احنا كان نقول يعني نحاول أن يفرغ وحتى الاتحاد وأنا أعرف شخصيا أنه الأمير نواف تكلم معهم أنه حطوا حتى شعار الشركة على ملابسه ورعوه خلوه بس يشارك ولكن وتصور اللي فاز ببطولة العالم او اللي تكلم عنه اخذ رقم بإجازاته الشخصية اخذ الرقم اقل من خويلدي كان ياخذ بإجازاته الشخصية اذا بيطلع شوف يطلع بإجازاته الشخصية وهذه مشكلة الان يعني انا اللي اعرف ان الان ارامكو يعتبر الراعي الرسمي للبطولة هذه للدورة ممتاز جدا ونتمنى انه يكون ايضا دعم للرياضة ولها دور كبير صحيح. جدا مع المصارف ومع الشركات سابك
ايضا خطوط السعوديه. صحيح. يعني كل الشركات عندنا شركات كبيره عملاقه. البنوك صراحه عندنا معدومه، لا لا رعايه لا في رياضه ولا في دوري ولا في المفروض ان نكون. يعني بس ايش وجهه نظر ارامك يعني في الرفض يعني؟ هذا زمان رغم انه يعني الناس اللي قلت لك اعتقد انه يعني هو طبعا هم خيروه، اذا تروح ما راح ياخذ ترقيه وما طبعا هم يرفض يقول لك لا انا خلاص خلني ابقى في مو من الشركه، يمكن يكون مرجع مديرة كيف. مسؤولة يعني مسؤولة في العمل لكن الشركة يعني. الأم بس إذا كانت شركة أرامكو إذا من سياساتها يعني رئيس شركة أرامكو يقول يا رئيس فلان فرغ لي فلان بيقول لك أكيد ما بيقول له لا ممكن ما توصل ما يصير ما يصير ما توصل ما توصل هذا نموذج أعطيته بس نموذج وإحنا طبعا نتمنى نكون لا يعني نقصي على هذا لكن هذا هو نموذج ما ينطبق في التعليم وفي بعض الوظائف الرياضيين الآن الحمد لله يعني العسكرية وزارة الدفاع يعني لهم مجهود كبير وفضل على الاتحادات المختلفة ومن ضمن الاتحاد العام للقوى يعني أكثر لاعبين هم عسكريين ويفرغون تفريغ يعني شبه كامل هذا سر الإنجاز وهذا إنجاز يعني مثلا خلني أعطيك مثال يوسف مسرحي يوسف مسرحي من 6 إلى 8 أشهر هو خارج المملكة وأكثر وسنويا وكذا يعني والرجل يعني يحصل يعني أفضل مدرب في العالم يدربه وهو موجود الآن في جون سميث موجود في البطولة موجود معه فيعني واحنا نودي يعني الاتحاد أرسل مجموعة من اللاعبين ومن ضمنهم فهد إلى جون سميث بس هل الجامعات ممكن تفرغ؟ هل المدارس ممكن تفرغ؟ هل تدعم مثل دعم يا دكتور العسكرية؟ دكتور يمكن يعني أحد المشاكل في هذا الاستديو قالوا لنا لاعب نقول سباح موهوب ما قبل في جامعة نعم رغم ان خلاف ذلك في جامعات نعرف الدوري سواء في امريكا وغيره من اذا هو مميز دخلوه الجامعه اعطوه منحه دراسيه احنا بالعكس ما يقبل في الجامعه ما يقبلونه هي شوف الان بدات بسبب اتحاد الجامعات اعلنت جامعه جامعتكم لا لا بسبب الدور ايضا اتحاد الجامعات السعودي اللي بدا من 5 سنوات جايك معاه هذا الدوري هذا الدوري لاني مستشار فيه لكن يعني في الان كثير من الجامعات بدات تستقطب جامعه الدمام بدات تستقطب علشان الدوري السعود لاعبين مميزين حلو في بعض الجامعات لا تستطيع انا جامعتي مثلا جامعه الملك فهد للبترول والمعادن لا تقبل لانه في عندنا ستاندرد معين او مستوى معين كل يعني مدير الجامعه لا يستطيع انه يعطي المجال لاي لاعب اذا كان مستواه اقل لانه فيه يعني تحتاج الى عمل ومجهود يعني مثلا اللاعب اللي يطلع 3-4 شهور من الجامعه ما راح يقدر يمشي احنا الان اسبوع ما يقدر يمشي صحيح فكيف يقدر انه يمشي في جامعه زي جامعه البترول الملك فهد البترول ابو ناصر معليش استاذ علي يعني طبعا اتحاد العاب القوى يعتبر نموذج يعني نموذج ناجح ومتفوق قياسا على عمل الطاولة نعم لا بس تحديدا يعني الثبات نتحدث عن ثبات في الانجازات لدى العاب القوى والاثقال ثبات نعم وكل كرة الطاولة ثبات اكيد اكيد ما في شك والان بدا الكاراتيه يعني يتقدم بفضل جهود الدكتور القناص ومن معه يعني في عضوية الاتحاد لفت انتباهي قبل يمكن أثناء الفاصل يعني اطلعت على بعض الإيميلات وجدت اعتراف جميل حقيقة من رئيس اتحاد السباحة يعني اتحاد السباحة كنا نأمل أنه يكون أحد الاتحادات اللي تسجل ميداليات حقيقة للوطن في هذه المناسبة يعني الجميلة لكن لفت انتباهي أول شيء اعترافه بالتقصير هذه نقطة مهمة أنك تعترف بمشكلتك هذه وإخفاقك هذه نقطة مهمة أول أو نصف الحل الأمر الآخر أن رحب الأمير أيضا بالانتقادات ولكن ركز على الانتقادات البناءة قريت يعني أن عنده كان خطط حقيقة يعني في عملية استقطاب نجوم اكتشاف مواهب لكن صدم يعني من عدة جهات أو عدة يعني مشكلات هي اللي حبطت من عمله يعني في عملية اكتشاف لكن سؤال عريض يعني نرجع احنا إلى البدايات يعني اللي تحدثنا فيه يعني مو معقولة أنه يعني بلد كبير مثل المملكة العربية السعودية ومختلف مناطق المملكة ما نجد يعني مثلا يعني سباحين
يكون ممكن أنت يعني تستثمرهم على المدى البعيد، خصوصا أنه في المنطقة الشرقية تحديدا كان أبرز وأبرع السباحين يعني يتواجدون فيها، صح ولا لا؟ صحيح. هذه مشكلة كبيرة يعني. لا هو هي المشكلة تكمن الآن لحدثت وحدثنا مثلا المقربين للسباحة بعد ما اتجهوا إلى تدريب تعليم السباحة، يعني يسموها بالعام يقول يدرب اللي بالشارع باستثمار، أهملت المنتخبات. هذا اللي حتى السباحين يقول أنا سباح المفروض أني أتمرن من ساعتين إلى ثلاث ساعات أربع ساعات، الآن يقول ما عندي وقت كافي عشان أتدرب بالسباحة بحكم أنها تستقطب للتدريب، وتجاهلوا أعداد المنتخبات. وهذه نقطة يعني أنا بالاستثمار يعني هم الآن يعني طغى الجانب هذا على الأساس اللي هو الإعداد المنتخبات مثلا. حتى رئيس النادي كان عندي موجود حسان الجيشي في المهام، يقول أنا عندي سباحين مميزين لكن ما عندي مكان خليهم يتدربون بحكم أنه يتدربون في مدينة الأمير نايف، لو جيت المسبح موجود مركز تدريب يعطوني ساعة، ساعة غير كافية. قبل البطولة بأسبوعين أرسلوا لي خطاب، وأنا يقول الخطاب موجود عندي، قالوا إذا عندك السباحين تجيبهم عشان نختبرهم يشاركون في دورة الألعاب. قلت كيف أنا أعطيكم سباحين ما يتدربون أصلا، أنت ما خليتونا نتدرب. هذه نقطة. طيب هذه تابعة لرعاية الشباب، تابعة لرعاية الشباب وسلمت لاتحاد السباحة في النهاية. في اتحاد السباحة مرتبع لمين؟ اللجنة الأولمبية. طيب يعني خلاص، ها يعني المشكلة في اللجنة عجل. المشكلة في مين؟ هو تابعين للجنة. طيب لا المشكلة في الاتحاد، يعيد برمجته ويعيد صياغة كيف يعد المنتخبات. إذا تعليم السباحة ما يقدم لي شيء للمنتخب أوقف البرنامج هذا. طيب هو يفهد يتحدث عن عدم توازن، يعني عدم أصبح التركيز على استثمار أكثر أو من اكتشاف سباحين مثلا على حساب المنتخبات. إيه بس برضو وطغى على الأهم الواجب الأهم يعني الأهم. ولكن هو الآن زي ما أشار أنه هو له تصريح يمكن ينزل بكرة أنه هو اعترف بالخطأ، والأمير عبد العزيز دائما هو يعمل دائما على التصحيح حتى لاتصالاته بالإعلاميين. لكن نتمنى إن شاء الله أن نشاهد السباحين، لأن السباحة كانت حققت ميداليات. قضماني أحمد القضماني، ماهر رحمة الله عليه المعتر، محمد اليوسف، أبناء اليوسف، سباحين تاريخ طويل. وينهم الآن يعني؟ وين الجيل اللي بعده؟ نذير بالخليج أذكر أنه حقق يمكن 7 إلى 8 ميداليات، كان هو ناشئين. الآن وين المفروض الآن؟ الآن هو مسافر مبتعث يعني، بس هو مبتعث الآن. مبتعث المفروض الآن هو موجود يحصل مش ذهب. أبو ناصر قبل يمكن حوالي عام، مو عام كامل، يمكن حوالي 9 شهور 8 شهور، تذكر معي أقيم ورشة عمل في صنصت لجميع رؤساء الاتحادات بحضور الأمير عبد الله المساعد، فكان من ضمن الأسئلة اللي يمكن وجهتها للأمير شخصيا وأيضا لمحمد المسحل في وقتها، إيش النتائج المرجوة؟ فقالوا بعد يعني بعد عام، يعني بعد دورة كاملة احنا بيجي نفس الورشة بتعاد، وكل رئيس اتحاد يقدم لي ايش النتائج اللي قدمها، وعلى ضوءها بتطلع النتائج. فكنت ايضا اكثر حرص وسؤال، طيب لو طلعت ما في نتائج؟ قال ايضا نعطي فرص. هذه اول حاجه، انا من الناس اللي ممكن فيه ناس متابعين ينتظر هذه الورش للاتحادات، هل بالفعل في هناك عمل ايجابي او مجرد بس انها مثل ما تعودنا مجرد اجتماعات تنظيريه وبعد ذلك انا شوف انا اقول لك واعوذ بالله، انا حضرت كم ورشه، كل الورشات اللي حضرتها. انا عجبني امس كلام الدكتور الاستاذ بندر السليم، صحيح هو يشيد بالورشة العمل، لكن هو يقول لك انا مثلا عندي فكرت انا في التنس من المتفوق هم الصين، يقول رحت الصين شفت ايش يسوون وش يعملون، خلاص خليت معسكراتي كلها بالصين يلعبون مع الصين. يقول جيت مبنى يمكن 10 أدوار، دور خاص للتنس، اطلع الدور الثاني جمباز، اطلع الدور الثالث لعبه جودو، واطلع بالدور، صار اصبح معسكراتها كلها بالصين. طيب انا اقصد ان اكشف انا اقصد ورشه العمل ماذا يطرح فيها؟ هل يطرح فيها النقطه اللي يتحدث فيها مثلا يقول الله استئذان ما في؟ هو يعطي، هو حسب ما كانت موضح واضح في الكلام، لهم جميع الصلاحيات، والرئاسه العامه رعايه الشباب بتقدم كل شيء، واللجنه الاولمبيه ايضا، وهذه النتائج. انا اتمنى انه ما يكون مجرد ورش عمل للتنظير، اتمنى وسيكون من ضمن الاشخاص اللي بيتوجه لها الاسئله الامير عبد الله المساعد، لانه هو اللي كان صرح بالكلام هذا بشكل، وايضا الاستاذ محمد المسعد. لكن خلني ارجع بس النقطه ما ابغى اتجاوزها اللي هو موضوع ارامكو ورعايتها. حقيقه الان لما نسمع ببعض لاعب يعني لا تريد ان تضع عليه مثلا وتفرغه، فانا اعتبر انها عذر اقبح من ذنب.
لما أرامكو قبل حوالي 6 سنوات جت في رئيس أرامكو في احنا ما نبغى نردد الاسم على فكره يعني بس ردد اسم اعطيك جزئيتي يعني عشان احنا بعد ما يكون اعطيك جزئيتي فطرح السؤال لماذا لا ترعون مثلا احد الانديه او انديه المنطقه الشرقيه او نادي معين فكان الكلام ان احنا لو رعينا مثلا الاتفاق يجب ان نرعى بيزعل الخليج كل الانديه وبالتالي فاحنا ما راح نرعى احد الان لماذا لا ترعى ارامكو لاعب واحد على الاقل على المستوى الفردي انا تعرف ايش اللي بالتالي انا اعتقد ان ارامكو تتنصل من المسؤوليه انت ذكرت اسمها كثير ترى محسوب عليك الان خلينا احنا لازم شوف شوف شلون محسوب يعني انت قاعد تردد الموضوع طرح معليش معليش ما تطرح اسم هي الراعي خلاص قول سين وصاد احسن بس خلينا خلينا والله العظيم هي اخذت شيء مع احترامي وتقديري انت تتكلم انت تتكلم الحقيقه بس خلينا مثل دوله قطر وزي ما قالوا اجباري من الحكومه كل البنوك لازم ترعى جيب لي بنك الان مساهم في الانديه الرياضيه السعوديه جيب لي من وحتى شركات الاتصالات الان ترى الانديه اوروبيه الزام لازم الزام يمكن الانديه السعوديه لها اعلامها ولها جمهورها اللي يجذب يجذب الشركات لكن الاتحادات الرياضيه الاخرى والعب هذه اللي المفروض يا اخي خلينا مسؤوليه اجتماعيه لا تخليها مثلا الحين انت ما عندك فايض في البنك والبنك على قول واحد يقول جاسم يقود كان هنا يقول هذه فلوسنا يا اخي رياضي واحد في برنامج مدته سنتين ممكن اي شركه او بنك يقدر يتكفل بهذا النجم بس بترشيح من الاتحاد احنا ليش نحمل كل شيء بانجازاته وبارقام هذا اللاعب قله الدعم والحكومه الحكومه ما قصرت منشات كل حاجه بس نتكلم على الشركات اللي قاعد تاخذ من انا اتكلم على الشركات بس هذه الشركات هذه فيها نقطه تواصل ما بينها وبين الاتحادات يكون في يعني التواصل الى هذا مهم جدا والمتابعه لكن ممكن انت تطرح زي المبادره هذا الاقتراح بعدين ممكن انت واحد يقول لي من احد المسؤولين في البنوك يقول لي يا اخي خلي الاتحادات اول تخلص مشاكلها وبعدين يدورون لنا يعني عندهم مشاكل لا بس يعني بعد ما ساعد على السباحه نساعد بس دكتور انت الان تقول لي سووا استثمار الفكره فكره مين هي؟ فكره ان الاتحاد لحظه بس عشان خطوه خطوه فكره الاتحاد فكره رئيس الاتحاد انزين وبعدين هو يعني ما كان عنده برنامج وجدول والى اخره اكتشف بعدين ان هي مشكله بالنسبه له انا اقول ما قلت انا مشكله هو قال تقول لانه هو يقول لا يعترف بالاخفاق اللي حصل الان لا ما اكلمك عن الاخفاق انا اكلمك عن الاساس هم ليش سووا استثمار السؤال حاجه يعني ليش لا هم يبحثون عن اكتشاف مواهب يشتكي الامير في تصريح الان واضح يقول ان ما في مواهب يعني في السباحه مثل السابق فنحاول ان عملنا مدرسه وعملنا توجه شوف لكي نكتشف مثل هذه المواهب لا بس انزين على حساب اسمحوا لي بس ثواني بس اكتشاف المواهب ليس من التعليم من مني انا كاب ادفع 1000 ريال انا هذا اللي اقوله الان يشارك ابني في المدرسه طيب. لا اذا كنت ابغى اكتشف من ليش استاذ محمد المسحل استاذ محمد المسحل كان في توصيته لما كان في الاولمبيه هو يقول بالعكس انت افتحها مجانا رغبهم للسباحه ومن هنا استقطب انا الحين ليش رجعت لك لان قعدت احسبها في مخي اقول طيب شلون ياخذون استثمار معناها اذا دخلت استثمار ان الهدف الاسمى لك مو تعد بطوله خلاص ذبحت البطوله وهذا هو اللي خطأ لا يمكن هذه خطة من ضمن الخطط يعني اللي المفروض انها تمشي بخط يعني موازي يعني بس هم يمكن هم في السابق انا كنت اختل التوازن عندهم في السابق في زمن الله يذكره بالخير الامير نواف فيصل كان لبعض الاتحادات يقول لك ما عندي مكان انا يعني مثلا زي السلق وما عندي صاله خاصه فيني صاله لحد شباب السباحه نفس الشيء طب انا المسابح خليني انا كاتحاد اخذ مسابح قال تفضل يلا تفضلوا اشتغلوا هذا المسابح عندكم اول كان رائحه الشباب هي اللي تقفع المسابح نعم. يعني يجي المنتخب يتدرب يعطونهم 2 ساعتين 3 ساعات ويمشون الحين لا صارت تحت مسؤوليه الاتحاد السعودي الاتحاد السعودي راح باتجاه اللي المشروع هذا الوطني لتطوير العاب المائيه ولكن ما شفنا نتائج والدليل يعني فهد بايد بناصر بس اقول لك انتم احنا دائما نتكلم ان مثلا احنا تكلمنا عن القطاع الاخر اللي خارج الرياضه المصيبه ايضا لما تجي علاقه الرياضيين بالرياضيين تجدها علاقات يعني متنافرة غير متعاونة أعطيك على سبيل المثال أيوة. مثلا صار في نادي من الأندية صيانة للصالة في ذيك اليوم ويبغى يلعبون في ذاك لا جاء عنده تدريب يبي يستخدم الصالة الخضراء رعاية شباب ما تعطيه نعم المسؤول ما يعطيه إذا بعد هذه مشكلة إذا كان نفس الرياضيين القطاعات الرياضية مش متعاونة مع بعض فكيف أنت تطالب تعاون المدارس أنا بس أنا أزيدك من الشعر بيت أنه ليس فقط خارج نطاق النادي حتى في النادي
أكثر الأندية الممتازة. حتى وين قلت؟ في النادي. حتى في نفس النادي نفسه. النادي. أكثر الأندية الممتازة لا تعطي حق أن لاعبين ألعاب القوى حتى لو كانوا من أبطال آسيا أو العالم أنهم يلعبون يتدربون في مضمار ناديهم. شوف هذه مشكلة. طيب. الآن أكثر الأندية صارت إيش؟ تشيل المضمار أو تغطي المضمار ويصير كل كرة قدم. إذا ليش كل هذا الكلام اللي قاعدين؟ هذه مشكلة. مشكلة يعني إحنا إيش الآن لازم. والله جد إيش ليش قاعدين نسوي هالكلام كله وندوات واجتماعات. وش تعمل؟ في حاجات كثيرة نوصل لها. في حاجات كثيرة إحنا نحتاج. خلونا صريحين نبغى نتطور مو بالشكل هذا. إحنا هذا التطوير. التطويرنا المفروض إنه يكون أعطيني كل متطلباتي وحاسبني. أوكي. صح. إذا جيت أنا وعطيتني كل ما أطلب 1 2 3 طيب. 4 5 وبعدين أنا جاي. طيب يا دكتور هذا كلامك صحيح. نعم. وإذا أنا جيت متطلباتك تقول والله أنا أبغى 10 مليون عشان أعدلك بطل صح؟ وعطيتها لحظة شوي لحظة حمد المعقول. دقيقة حمد إيه؟ خلها 5 مليون قال أبغى 5 مليون 5 مليون 10 مليون ولا شيء عطيتها ناس في الاتحاد عطيتها اللي في الاتحاد والقى ذا الاتحاد لا عندهم لا خطة ولا تقنية ولا تأخذ منهم شيء لا ليش ما راح أعطيهم ولا بعد ما أشوف يعني إذا قلت أنا حاسبني مش معناها فقط حاسبني على النتيجة أيضا حاسبني على المصروفات اللي أنا صرفتها جيب مثلا محاسب قانوني برا أو شيء أنا حاسبني من كل شيء أنا أجي إذا جيت وقلت لك والله أنا أبغى أفرغ لاعبيني أوكي أبغي ملعب أنا الآن كاتحاد ألعاب القوى اللي أنتم تحاسدين الحب اتحاد ألعاب القوى ما في عندنا أي ملعب خاص بألعاب القوى إحنا نتسيد زي ما قلنا حق رعاية الشباب زين منشآت رعاية الشباب كلها منشآت رعاية الشباب ولكن ما ناخذها احنا الان اعطيك على سبيل المثال اذا كانت هناك مباراة كرة قدم ما يتدربون ما نقدر ندخل نلعب الحكم يعين بطولاتنا يوم واحد ما مشكلة كانت سابقا قبل الدعايات والشغلات هذه كانت مثلا لازم نطلع قبل المغرب قبل ساعتين من المباراة الان اليوم كله كامل ما نقدر طيب ما تستعنتوا ملاعب الجامعات مثلا ما تدري الجامعات ما عندها قصدي في الرياض مثلا ما عندهم جامعات ما عندهم جامعة الإمام أي. عندها ملعب ولكن ليس يعني مجهز بتجهيز كبير المشكلة طيب ما فكرتوا انتم كاتحاد يعني معلش يا دكتور يعني انتم ما شاء الله اتحاد يعني عملوا. متطور وعملوا احنا طلبنا عملوا في تدريباتهم كلها في ملعب الامير فيصل فهد نعم سووا ملعب رديف عشان المنتخبات قام خذوهم ملعبكم اي والله الان ما خلنا نعطيك صاروا زعلوا حق الان نادي الترجي نادي الترجي صحيح اللي هو الان في مدينه الامير نايف نعم قصوا النص مدينه الامير نايف وصار الرديف. الملعب الرديف اللي احنا اشتغلنا كاتحاد عليه. اشتغل عليه عشان يصير ملعب رديف ويكون مناسب للبطولات الخليجيه وكذا انه صار الان لنادي الترجي يعني ممكن نادي الترجي يقول لنا والله اسمحوا لنا ما راح عندنا تدريب هذه المشكله انا الان ما عندي المنشاه مع العلم انه انا طيب اتميز معليش دكتور هذه طرحت في الورش اللي صارت مع الامير عبد الله شوف الامير نواف يعني. الامير نواف محمد ما قصر من ليل نهار هو يطلب الان احنا خلنا نعطيك مثال الجوهره في ملعب رديف نعم كان نتوقع انه يكون ايش يعني او وعدنا انه يكون كملعب لألعاب القوى نتمنى انه يكون يعني نعطى الحق فيه الى الان يعني من السنه اللي فاتت المفروض ان احنا ننظم بطوله فيه بطوله خليجيه فيه ما قدرنا لانه ما انتهى اجراء ولكن احنا نقول اعطونا يعني مثلا الكويت اللي هي الكويت صحيح صغيره ولكن فيها ثانية كيفان سابقا الان صار اتحاد ألعاب القوى له مضمار كامل خاص به لو انا مثلا كدولة كبيرة مترامية الاطراف لو حطيت مثلا بس 3 ملاعب 1 في الشرقية في الوسطى في الغربية اوكي خاص بألعاب القوى مجهز تجهيز كامل بعدها تعال حاسبني انا برامجي ما اقدر اسويها اعطيك مثال انا الان في اللجنه الفنيه اجي اضع جدول ويزعلون مني الزملاء المدربين والاداريين في يوم وليله جاء اتصل بنا الاتحاد كره القدم وقال والله احنا راح نقيم مباراه
كذا الدوري الثانية في الملعب ذاك درجة ثانية أو درجة أولى أو حتى ممتاز صحيح أوكي دبروا حالكم كيف أدبر حالي لا شوف الحين هو الحين مسابقاته عشان بعطيك مسابقاته كلها مدينة الأمير نايف لأنها مجهزة الأجهزة وكل شيء الآن لو الخليج يطلب مبارياته هناك يعني عدمت احنا لازم نطلع عدمت ألعاب القوة لازم نطلع إيه بس هو يوم معلش المباراة يوم والالعاب القوة تقدر يمارس الحين في الشارع تقدر يمارس انا كبطوله بطوله مثلا بطوله مملكه بطوله اربع ايام مو بيوم هي اربع ايام بطوله مملكه ثلاث ايام يجي لي انديه من جميع انحاء المملكه طيب مباريات الليل هم لا المصيبه ان ياخذونها في عذاب العصر انا اقول لك الان المباريات ما تقام بطولات في وقتها حتى يجهزون الدعايات وغيره وغيره من قبلها بيوم قبلها بيوم الملعب هذه مشكله والعب احنا الان نتورط ان احنا دبروا حالكم وين ندبر حالنا يعني مثلا ناديين يتاخرون يختلف عن 25 نادي اغير حجوزاتهم بس معلش دكتور عفوا انت تتكلم كانه ما في المنطقه الشرقيه الا مدينه الامير نايف عندكم بدائل ما في عندنا الان ايش دعوه في ملعب الراكه وتم كلها الراكه الان شغالين عليه عشان يجهز حتى يصير عندنا خيار ثاني نادي الخليج كان يقام في بطولات العاب القوى استهلك جودو جودو والان جودو ما فيه ما تقدر تقيم فيه بطولات ملعب الامير الامير فيصل بن فهد في الرياض يقام الان يعني في عندنا نقص كبير خلينا نروح اليوم ايضا نجومنا في الجودو حققوا العديد من الميداليات الذهبيه خلينا نروح طبعا لا ننسى عيسى مجرشي حقق ذهبيه في وزن كم يا حبيب 60 روح يا عادل الحمد لله وان شاء الله ان هنا ان شاء الله الافضل ان شاء الله كيف رايت مستوى المنتخبات المشاركه في هذه اللعبه في بطوله الخليج والله الحمد لله مستويات الحمد لله كويسه ان شاء الله نحقق حنا وهم يحققون ان شاء الله مساعد المنتخب السعودي لعبه الجودو الكابتن عصام الشهري رحب بك عبر القناه السعوديه الف مبروك على حصولكم على 3 ميداليات ذهبيه كانت منافسه ما بين المنتخب السعودي والمنتخب القطري حصل القطر على 4 3 المنتخب السعودي يعني منافسه حميمه بين منتخب قطر السعودي البحرين الاماراتي والبحرين لم يشاهدهم في هذه البطوله صحيح الحمد لله على كل حال احنا فعلا كانت المنافسه بيننا وبين المنتخب الشقيق القطري والحمد لله يعني هي نهايه كل مسابقه بالشكل هذا لابد من فائز ومهزوم واحنا اليوم الحمد لله يعني ما نعتبر انفسنا خسرنا احنا بالعكس احنا كسبنا استعداد البطولات القادمه مما احنا ان شاء الله نعد له من بطولات عالميه ودوليه باذن الله بالنسبه لسيدي لاستعداد الفرق الاخرى مثل الامارات والبحرين الاخوان في الامارات كان عندهم بطوله مقامه في ابو ظبي فكانوا مستعينين باكثر اللعيبه الاساسيين للعب في هذه البطوله اللي في ابو ظبي نعم لم يشاركوا في فلم يشاركوا في بطوله الخليج المقامه في الدمام بالنسبه للبحرين طبعا فريقهم لسه جديد ما شاء الله تبارك الله يؤدون يعني مستويات ممتازه نهنيهم عليها يعني بالجودو طبعا ذكرنا عيسى مجرشي 60 وعندنا
وزن في وزن 66 سليمان فهد ايضا ميداليه، 73 راحت القطر مراد زموري وفضيه سعوديه، وعندنا في وزن 81 قطر فضيه مع والي امارات قصدي ذهبيه وفضيه الامارات، برونزيه عبد الكريم البيشي. طبعا هم الجودو يعتبر بالنسبه لهم يقول لك يعني متوقع بالنسبه لي او هدفهم في المشاركه من خلال الميداليات، لكن هم عندهم اعدادات سابقه. وين وصلنا عند روح النهار؟ العاب القوه احنا وصلنا عند دكتور نبغى نطلع من القوه احنا اي بنطلع من القوه بس انكم تروحون وترجعون نموذج قال لك نموذج لا في نماذج اخرى لا في نماذج اكيد في نماذج الان انا 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 وجهه نظري ان ما تحقق لالعاب القوه خلال الفتره الماضيه كلها فضل الله سبحانه وتعالى وفضل علاقه الامير مع العديد من الانديه وايضا صرفه من جيبه على هذه اللعبه. السؤال ما بعد في شيء ما ذكرت اهم ترى انت شوف بس في شيء نقطه التفريغ ترى مهم التفريغ انا قاعد اقول لك ايوه لا تقول لي جهود ودفع من جيبه لا انا اعتبر نقطه التفريغ اللاعب الرياضي هو مهم في الرياضه انا اتكلم يعطي. بعد رحيل الامير ما الذي سيحدث في العاب القوى؟ لان حقيقه يعني ما يتحقق انا اعتقد انه بمجهوداته الشخصيه، علاقاته مع رؤساء الانديه، مع وزاره التعليم، مع ايضا وزاره الداخليه بشكل كبير جدا. فانا اعتقد بالنسبه لي سؤالي اين سيذهب العاب القوى بعد تعرف الامير بندر محمد؟ ما ادري يعني بالنسبه ان شاء الله يعني احنا هذه جانب سياسي تصير فيها ولكن أنا نتحدث عن لعبة وعن نتائج نتحدث عن لعبة وعن نتائج مقارنة بالاتحادات الأخرى يعني واضح في مجهودات طالما ما فيه بنية تحتية طالما ما في يعني المنشآت الرياضية لا يكون فيها موجود أنت الآن تتحدث حتى عن الجوهرة تتحدث حتى عن أستاذ الملك فهد تتحدث عن جميع الملاعب الكبرى يعني زين ما تقدر تستضيف أو للعبة ألعاب القوى ما الذي سيحدث مستقبلا؟ لا بالنسبة إلى يعني احنا نتكلم سابق الاوان يعني الامير نواف من انا ما يعني شهادتي فيه مجروحه. الامير نواف يعني ليس فقط بسبب انه امير. يعني قد يكون جزئيه من سؤالك تلمح انه مثلا لا فيها في يعني السباحه رئيس السباحه ايضا امير. نعم احنا نتحدث عن فيه امير قيادي يستطيع ان في انا شوف يعني الامير نواف للنجاح الاساس في عمله وقد الناس يخالفونه في الراي ويخالفونه يعني في الراي الافضل او افضل شيء عنده او الشيء اللي يميزه انه رجل ملم باللعبه من الالف الى الياء. في نقطه اهم وانه يعني يستقطب من هم الاختصاص في اللعبه يعني مثلا اعتزل هادي صرعان موجود شداد موجود كل اي واحد لعب اللعبه ما رسل حطف معاه يعني في شغف ما يعني في شغف في العاب القوى وهذا يعني ممتاز هذا جيد يعني خليني اعطيك على سبيل المثال انا جلست 7 سنوات في المنتخب ايام ما قايل متى زين 7 سنوات من يوم انا اعرف العاب قوى انت موجود قدام لا كلاعب في المنتخب طيب لم اقابل رئيس الاتحاد اكثر من رئيس الاتحاد اكثر من مرتين لاعبين اليوم يقابلون الامير يمكن حتى في نومهم على طول متواجد معاهم على طول يعرف اكثر من اي واحد موجود في الاتحاد ما هي المشكله حتى مشاكل خاصه مشاكل يعني في العائله وبدرسة في يعني حتى عوائلهم يحاول انه يحلها فاذا هو 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 من الاشخاص الملمين يعني ما يجي لك يعني خليني على سبيل المثال انا الان في هذه البطوله ماسك التتويج والسكرتاريه اوكي حتى في التتويج تشوفه ملم بروتوكول وكذا ويحب انه يكون كل شيء 100% قد يكون بعض الاوقات تكون اوفر لانه نقول يعني حاجات قد تكون خارج عن ارادتنا، ولكن دائما يرى او يعني يبغى انه اي شيء نسويه لازم يكون 100% او 100% هو الجيد. يعني بدون يعطيك صلاحيات. يعطينا صلاحيات ايوه موجود يعني مو مركزيه وامور تدخل ولكن هو موجود عنده كويس عنده ملاحظات
قد يكون فيها ايضا اكثر يتدخل في بعض الاشياء من صالح هذه صراحه تحسب حتى لي. حتى ليش لا يكون واحد يعني ياخذ راحته في المجال بدون شيء. انا اعرف رئيس اتحاد او يعني تعاملتم يعني او يعني في فترات سواء اعلاميا او حتى في عمل مثلا يعرف المشكله مشكله اللاعب لكن تجده لا يعمل على حلها بل يتهرب منها يعني يلقي ب شوف انا انا هذه مشكله كبيره الامير يواجه الان يتصدى للمشكلة ويعمل على حلها. نعم يعني احنا الان مثلا في اكثر من حاجه اذا واجهتنا ظروف او مشاكل ويتصدى لها الامير يقول خلاص خلوها عليه التفكير الايجابي هنا نقطه مهمة. هذا شيء ايجابي جدا. يعني هل احنا يعني كل الاشياء اللي يسويها الامير موافقين عليها؟ لا مو لازم، ولكن كلنا كل يعني بشر. صح بشر. اغلب رؤساء الان الاتحادات يبحثون عن النتائج، والنتائج مثل ما ذكر ابو ناصر ما يعطيك خطط مثلا الى 8 سنوات، لا يعطيك خطط مؤقته او وقتيه فقط لوجودي للانتخابات القادمه. لا. لو في عندنا مثلا الواحد اللي مثلا يعمل الى 10 سنوات حتى لو رحت يكون انا اسست عمل جيد اعتقد الامور بتختلف. هذا اللي بقول بس هذا اللي كنا واذا مثلا اصيب اللاعب او صار عنده مشكله مثل ما قلت يتنصل منها واخر ما يهتم فيها. انا ممكن جزئيه تابعت المشكله اللي صارت بين مسرحي وايضا بين الامير بعد ما حقق الميداليه الذهبيه وما راى مو مشكله ولا اختلاف وجهه فاستطاع الامير انه يحتويها بشكل غير طبيعي والان هو قاعد يحقق نتائج ممتازه. انا قاعد اتكلم يجب ان يكون هناك رؤساء الاتحادات ان يتعاملوا بمنطق ويعملون بجهد وبجهود ذاتيه وبعلاقات، اما ان الواحد يستكين الى مثلا ممكن الورش اللي بتيجي بتفتح هذه النقاشات والملفات بيتكلمون لا يوجد بنية تحتية، الأندية تمنع عن المنشآت، لا يوجد فيها مثلا الملاعب مهيئة، الكوادر غير موجودة، كل واحد يمكن يطلع لك سيفي متكامل للمعوقات، لكن من يبغى النجاح وينشد النجاح يستطيع أن يحققه من خلال العمل والممارسة ولكن المجهود لا يضاعف. دكتور في نقطة المشكلة أنه في مضاعفة، يعني خليني أعطيك على سبيل المثال الحاجة اللي نقدر نسويها بدون هذه المشوشات او المعوقات اللي موجوده المفروض نركزها على شيء افضل ايجابي. نعم ايجابي اكثر، فهذه يعني ممكن تعيقنا في بعض الاشياء او بعض الامور اللي تخلينا تحبنا، ممكن نطلع مسرحي واثنين وثلاثه واربعه. صح. ولكن بسبب المعوقات اللي موجوده يعني نادي ك ما انا قايل اسم النادي ولكن من افضل الانديه لاعبين يدورون ملعب عشان يتدربون. يعني اعطينا انا اعطيتك نموذج الطرف قلت لك انا لا الطرف يعني الطرف هذه نادي ما عنده شيء ويدور لها ليش ما تذكر اسم النادي؟ ايش المشكله يعني؟ اكثر الانديه الكبيره لا عطنا الاسم عطنا لا لا شوف علي 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 استاذ علي استاذ علي استاذ علي انا ما اقول اكثر الانديه الكبيره اخوي علي ما ينطبق على شوف خذها من عندي انا متمعن بكل الالعاب وانا اعرف كل الاتحادات ما ينطبق على اتحاد القوه ينطبق يا اخي التنس امس يقول لي التنس ما عنده مكان عشان يتدرب فيه انت التنس طاوله هي لو يروح مدرسه اعطوه ما عنده لو سمينا الاشياء بمسمياتها اختلفت يا اخي احنا ايش طيب 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 دكتور دكتور اتحاد البولينج مو بيحقق انجازات؟ في الدمام ما عنده صاله خاصه فيه الان مستاجر صاله احنا نستضيف دوره والصاله متبعه لاعتبار البلياردو والسنوكر نفس الشيء البلياردو والسنوكر زين ما في صاله انت معناها بتوصل رساله ان مش رسائل لا ان المشكله الان اللي تقولها مثلا حتى الدكتور لما يقول لاعبين لعبه معترف فيها في النادي ومو لاقي مكان يعني المشكله ما زالت في الانديه بنيه في الراس يعني الراس بنيه تحتيه مثلا هذه صاله بولينج على كلامك مستاجرينها طيب ايش يمنع الان يخطبوا البلديه ارض يبنونها ولا في احد الانديه صحيح ولا في المدينة الرياضية في المدينة الرياضية نعم طيب ليش شو المشكلة ممكن جزء منها يكون يستثمر صح في استثمار ما شو المشكلة الحين جبنا يعني معناه أنت يا فهد الآن لازم تستضيف الرئيس العام وتعطيه هذه الأطروحات اللي طرحت في البرامج كلها أقول له والله جانا ما ورش العمل وين وين ورش العمل هو الرأس في ورش موجودة لا أنا أقول لك الآن أنت ما من بداية البرنامج إلى اليوم إن شاء الله إلى بعد ينتهي يومين
بينك وبينه، واللي هو اللي بيعطيك، مو احنا اللي بنعطيك الجواب. انا بالعكس انا مستغرب، أنا طرحنا معوقات رغم اني انا ماني مسؤول في اي اتحاد، بس شوف الحين عندك واعطاك هالملاحظه موجود في اي اتحاد اخر. صح، ما لا قادر يمرمج الدوري حقه، لا يقيم بطولات، حيختلف مع يعني بعض الاتحادات يقول لك والله الاعلام يحمل، الاعلام يحمل القناه الرياضيه بالنقل. قلت له يا اخي تعال، القناه الرياضيه تقول لك عطني جدولك، بس عطني جدولك، ما يواجه مباراه هامه في كره طائره او كره يد او قدم، تعطيني والله اللقاء نهائي تنس مع مباراه الاتحاد والاهلي، ما اعتقد القناه بتنقل لك مباراه التنس وتترك الدوري. بس في ايجابيه ترى، يعني انا اتصور ان احنا خلناها يمكن اسهمت، يعني يمكن في تميز بعض الاتحادات، يمكن النظام الجديد في عمليه تشكيل الاتحادات، في السابق يمكن كان في تعيين، الان اصبح نسبه فيها انتخابات، يمكن هذه اثمرت يعني نوعا ما في دخول، يعني ممكن قطاع مثلا او فئه من رجال المال والاعمال اللي ممكن محبه لبعض الالعاب، واسهمت في دورها في يعني خلق نوع من الحوافز. والله انا اشوف انا بغيت اروح مع الدكتور بس جاوب عني. بالنسبه لهذه انا اعتقد شوف في بعض الاحيان يعتمد على الانتخابات، من يدخل الانتخابات، هل يدخل الانتخابات من هو متميز؟ يعني لازم يكون في شروط. اما يدخل لي كل ما اعتقد ان التجربه ما كانت ناجحه دكتور، ما كانت ناجحه. انا اقول في بعضها نماذج ناجحه وبعضها ما هي ناجحه. كويس، يعني على الاقل في نسبه. انا اقول لك أي. انا دخلت الدوره الاولى بالانتخابات، اوكي؟ نعم. فيه ناس ممكن انهزموا او ما ترشحوا، وهم من اولاد اللعبه. وفي ناس دخلوا ما يعرفون شيء في اللعب، مع احترام تكتلات يعني، يعني قد تكون تكتلات وكذا. انا ما اتكلم لك عن اي طبعا بشكل عام. في ممكن يكون عمليه، انا بالنسبه لي اعتقد عمليه المواءمه بين الانتخابات والتعيين جيده اذا ما ولكن في بعض الاوقات قد يكون التعيين يعني أجدد. قبل الدورة الأولى كانت فيه شرط إن والله اللي دخل انتخابات ما يعين، وهذه إجحاف. أيوة. يعني مثلا أنا دخلت في الانتخابات ولا موفق، ولكن لي كفاءة، عندي كفاءة وكذا، يعني مع احترامي في ناس حتى السي في ما عنده شيء مشكلة، ويصير أفضل من مثلا لاعب قضى عمره ومثلا اكاديمي او كذا او كذا. علاقات كلها قد تكون علاقات. انت كيف تقرا هذا الموضوع؟ انت في الرئاسه. والله بالنسبه للكلام يعني بالنسبه للتعيين، انا والله انا كنت سامي اول ما طرحها كنت برد، بس الدكتور زين استولاه. يعني انا اعضاء الاتحاد اغلبهم يشتكون هذا الموضوع، انه يقول حتى يجوا معنا ناس ما لهم فهم في الرياضه اصلا. المصيبه. تفضل. التعيينات او الانتخابات، طبعا احنا ما زلنا في طور الانتخابات جدد عليها يعني. التعيينات انا لو عينت واحد ممكن وبدا يتعلم الشغل وعنده فكره يزيد يضيف عليه، ممكن فجاه او فتره بسيطه ممكن يتغير ويحل واحد مكانه. اللي انا ودي اقوله بالنسبه للكفاءات الاداريه او الناس اللي مارسوا الرياضه السابقه اللي هم الان يتمنون انهم يوصلون مثلا على في اتحاد اللعبه يمسك مسؤول، امين سر، صندوق عضوية، نعم. يكون عضو حتى رئيس، حتى يكون رئيس الاتحاد. نعم. احنا هنا بنعطي للرياضيين فرصه انه يكون في تدرج ما بين ما هو لاعب اذا كان مدرب اذا اداري الى رئيس اتحاد. فاحنا لازم يكون عندنا رؤيه واضحه بالنسبه للمستقبل الرياضي عامه، يعني هو تسلسل. يعني انا كنت رياضي ممكن اطمح اكون رئيس نادي او اكون في عضو اتحاد، يعني ما يجي بعدين تسمع اسماء اشخاص وكذا، ممكن هذا يدي الى احباط لي انا كرياضي فاترك العمل لاني ما اقدر اتعامل معه. بس معذره، يمكن يكون ترى دكتور نفس النقطه اللي تكلم فيها قبل شوي، يكون هو يعني لاعب سابق مثلا وافنى، مش امضى، افنى، هذه شيء اكبر يعني. نعم. عمره في المجال هذا لكن اداريا لا يصلح. صحيح. عندنا يعني أكيد. مثال مثلا ما ابغى اذكره، في بعض الاتحادات يعني تم فيها الانتخابات وفوجئنا الان قاعدين نحصد الخيبه حقيقه. صحيح. لا شوف انا احيانا نتكلم انه كل واحد يعتمد على مستواه، ممكن واحد يكون انت انا انتهى الوقت عندي. لا ترى مستوى عالي جدا. شكرا دكتور.
سعدنا بتواجدك الدكتور حبيب الربعان رئيس اللجنة الفنية باتحاد ألعاب القوة، ونهنيكم أيضا بهذه الإنجازات. الله يسلمك أخوي نهار الظفيري لجنة الفعاليات، وأيضا أحد الموظفين. أنا سعيد بوجود الأخوان كلهم، ونشكر المتابعين والمشاهدين. صديقي رفيق دربي سامي اليوسف الناقد الرياضي، سعيد بتواجدك معنا وظهورك أيضا بالقناة الرياضية. أنا سعيد وشكرا لكم أنكم رفعتوا الحظر عني يعني. عزيز وغالي وعبد الله حمد الله يسلمك سعد من القناة ما أحتاج. الله يعافيك يا مرحبا علي هبة، سعد بتواجدك معنا. بس كلمة أخيرة، ما في وقت، أبغى أشكر واحدة ما عندي برنامج، أشكر ضروري ما عندي برنامج والله، عندنا برنامج ما بعدين. يعطيك العافية، شكرا، يعطيك العافية كلهم، ألف شكر. يوم غدا إن شاء الله تلقونا مع أهل الخليج ودائما في هذا البرنامج. هدفنا بالطبع هو الرقي بالرياضة السعودية، وإحنا على ثقة تامة بأيضا ما يقوم به المسؤولين وما يعملون، لكن دائما الطرح من الخبراء والرياضيين أعتقد أنه سيضيف لنا إن شاء الله من الارتقاء بالرياضة السعودية. دمتم بألف خير.